هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بلف مرأة كي نحكيو على التونسية. هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. ماسي كام تدل المدام. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشي، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه، معاه كل شي يحضر ليه ليه. هذا شاف بالفم والملاف، ملالي عنده في كل شكارة دبارة. بالأمارة كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكا. سمارت شيف، انت الشيف. علاش ليه؟ من خيرات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على عولتنا ويبنن ماكلتنا. Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover ira pack أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casapro. Hoover, the way you live. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد مع بعضنا طاولة الشيف. تجمعنا بعد سيدي رمضان الدسم
مازال موجود ومازال متواصل في حلقات متميزة باش تكونوا معاكم ديما سهرية كل نهار أربعة. معنا في كوجينتنا كما جرات العادة يحضروا لي فيتور شيف من الأكاديمي دي شيف، عندنا بنات وأولاد، دونك باش يقدموا لنا أطباق مالحة وحلوة. الطبق الأول باش يكون بإمضاء شيف شيماء رزوقة. مرحبا بك شيف. وبيك عايش. عايش. شيف شنو باش تقدم لنا اليوم؟ باش نخدموا بالوتين نتاع حوت وبالخضرة. بالخضرة. باهي هذا الطبق الرئيسي. أي. يعطيك الصحة. مع غارنيتور. باهي برشا ميرسي. دونك معها كيف كيف ان فيتور شيف اللي هو محمد علي ورفلي. شيف محمد علي مرحبا بك. عسلامة شيف. يا خويا نورتنا. شنو باش تقدم لنا اليوم شيف؟ اليوم باش نعملوا اوف بارفي بارموزون مع شامبينيون ان شاء الله. باهي باش نشوفوا الاوف بارفي هذايا كيفاش التكنيك نتاعو، كيفاش باش يحضروا دالي هذايا الكل عنده هو. معاهم شيف باش يقدم لنا طبق ثالث، طبق مالح، باش يكون لأول مرة في حياتي نلقى واحد من باب السويقة شجع في الليتوال. مرحبا. صح الشيف صفاء، تحية ليك، تحية للليتوال وتحية للترجي كيف كيف، تحية للفريقي والكل. دكتور كعبرتها لك في الحب صاي أمورك مريقلة متأكد وشاد صحيح اللي هو شجع في صاي باب السويقة شجع في الليتوال. تحية للفرق التونسية الكل ورياضة التونسية، تحية الرياضة بكل روح رياضية. صحيت يا شيف. دونك شنو عندنا اليوم؟ اخترت شيف اليوم نعمل البلا بتاعي 100% ليجوم. اخترت نعمل بافي بتاع سفناريا. وعملت كريم زادة بتاع ثوم. وورتي شو سوتي. باهي برشا. دونك هذايا في الموندو جديد شيف طبعا نحكيو على الكويزينا كو غيدوي. دونك وخاصة القيمة الغذائية نتاع طبق يكون 100% خضر كيف ما اختار الليلة معنا شيف عبد الحي يحيى. معاه شيف عزيز باش يقدم لنا الليلة دونك الديسير. شيف عزيز مرحبا بك. مرحبا يا شيف، عسلامة. مرحبا. أنت شكون تشجع شيف عزيز؟ أنا همهامة. الهمهامة، تحية. همهامة. للهمامة وجمهور الهمامة. ها؟ أوكي الهمامة والإتوال بحضة بعض، تشوش تتعاركوا لي في الاستوديو، رد بالكم. الروح الرياضية لازم تكون حاضرة. ليش؟ شو باش تقدم لنا اليوم شيف؟ شامو بافلوفا بالفريز. بما إنه الفريز عندنا توا موجود بكثرة، دونك اخترنا الفريز هو لانسير نتاع البافلوفا. باش تكون هي الديسيرة لاسيت. الديسيرة لاسيت. يعطيك الصحة. مشكورين لشيف، دونك التحدي نتاعهم الليلة تحدي كبير، لأنه على طاولتنا ثم ضيوف ذواقة، ثم كالعادة لشيف يكونوا حاضرين مع أضيافنا الكرمالي باش يقدموا آرائهم في الأطباق اللي باش يعطيوها لشيف، والليلة باش تشوفوا برشا مفاجآت في طاولة شيف، حاجات جديدة تبعوها واحدة واحدة. معنا نستقبلوا بكل ود وبكل محبة شيف نزار بن عمار. مرحبا بك شيف. عايشك. شو أحوالك؟ الحمد لله. رمضان تعدى باهي؟ الحمد لله. شيف نزار في أنا مؤسسة. أنا نوفوتيل تونس لاك. دونك شيف إكزيكوتيف في نوفوتيل تونس لاك. دونك مرحبا بك شيف. عايشة. نورتنا بالحضور نتاعك. عايشة. مش بعيد على الكوجينة تلفزة، نجم تحطوا تلفزة في الكوجينة باش تتفرجوا على ضيفتنا ميسة بديس. مرحبا بك. دونك الإعلامية ميسة بديس منشطة البرامج كيف كيف. مرحبا نورتنا بحضورك الليلة. عايشك ميرسي بوكو. شنو هو الأمور؟ صحة على الانفيتاسيون. باهي إن شاء الله نطيبوا حاجات بنين. مرحبا. دونك أكيد ميسة عندك علاقة بالكوجينة وعلاقة غرام. مغرومة ولا؟ خاطر مغرومة بالماكلة. بالماكلة، أه؟ أوتوماتيكمون يلزمك تعرف الطيب حتى شوي. أنا العلاقة نتاعي علاقتك بالكوجينة فاهمها مغلوطة، قالوا لي طيب مليح. أين طيب؟ أي. عندك ثقة في روحك؟ بيان سور. حضر روحك الليلة. لا نعرف طيب. أه؟ شد صحيح. أي. شد صحيح في كلامك يا شيف، أثبت عليه. دونك عندنا شيف آخر معنا الليلة اللي هي شيف أمل التابعي. مرحبا. دونك أمل باش تكون شيف الليلة، خاطر عندنا روبريك جديدة باش تشوفوها في طاولة شيف. دونك لكن أمل التابعي اللي تعرفوها كخونيكاز، دونك وتعرفوها على الانستغرام المغرومين بالريزو سوسيو. أمل أمل شو نقول لك أمل؟ مرحبا بك الساعة. شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم. فرحانة لينا بحضكم اليوم. واحنا زادة والله. تذوقكم حاجة بنينة. أكيد. ورو... احنا مش نذوقوك على طاولة. في دف معناها في الروح وال... مش في دف في ال. باش نسألك بكل صراحة وسؤال خطير. أنت علاقتك بالكوجينة. من قبل الثورة ولا بعد الثورة بدأت؟ قولي الحق باش نبدأ عارف لروبير بتاعك. أنا في الثورة أنا طيب تيويو لل. الثورة. لحومتنا يا أخي ما عادش نخرج بصراحة من هناك. من وقتها كروني كروني. كعبة تيويو اللي عملتها.
لا لا باهي فهمت روح عاد جمعه ما خرجتش من الدار لا واضح الجواب واضح من عنوان اخر مره طيبت من وقتها اليويو ولا ثم بعدها عندي شيفين دي تونتاتيف اخرين عندي شكون يطيب لي عندك شكون يطيب اوكي هزار شيف هزار مرحبا بيك شيف هزار شوابنية دونك شيف هزار وين في انا بلاصه نلقاو في اوتيل درجلت في العربي دونك حبيت نشكركم ساعه على الاستضافه شيف مرحبا يعطيك الصحه شنو الاختصاص شيف شنو ولا ملح حلويات حلويات دونك شيف هزار شوابنية شفناك حتى في برنامج تلفزي سابقا دونك قدمت برشا وصفات للجمهور الكريم احنا الليله فرحانين كيف ما قلنا انتم الكل حاضرين معنا لي شيف وميسة اكيد امل حاضرين كيف ما قلت على طاوله الشيف باش تذوقوا الاطباق اللي باش يكون الليله باش تكون بامضاء وليداتنا هذوما لي فيتور شيف اللي جاونا من الاكاديمي دي شيف وتوا معاكم ضيوفنا جينا اللحظه مهمه برشا في برنامجنا وفي طاوله الشيف تقليد جديد باش نبداه معاكم مع مشاهدينا في الكوجينه لازم كل شيف يكون عنده مساند رسمي منكم انتم الحضور للي باش تذوقوا بعد الاطباق باش حضروها للشيف الكل لكن لازمكم تميزيوا على واحد يعني تختاروا واحد وترهنوا عليه دونك انا باش نخلي شيف عزيز باش نبدا بيك شيف عزيز شكون تختار من لي زانفيتي يكون المساند الرسمي ليك والله يا شيف باش ما نكذبش عليك شكون نختار ولا شكون ما نختارش باه شكون ماذا بيك ما تختارش امل عليه قد لك لما عنده سوابق مع اليويو شايف و تخاف لا تصير فيك عمله الليله صح تقعد لعبه تضحك عليك جربني مري نجم نعمل يغرك صلح تراي من الثوره الحكايه هذه دونك امل من الليسته نتاعي نحاها باهي باهي دونك نختار انا اختار ولا لي شيف ولا لي زانفيتي نتاعنا انا باش نختار عزيز تختار عزيز اللي هو فرد دومين حلوين قريب من بعضنا هاي باهي سلكت عزيز دونك المساند الرسمي للشيف عزيز فعشان ليلى شيف هزار شوابنيه دونك عندنا الشيف اللي بعده الشيف اللي بعده شيماء شيماء شكون تختار شيف؟ بيان سور باش نختار شيف نزار بن عمار قطعا كاتيجوريك الحكايه عندك ايه خاطر دخلت نقرا كوشينه نحلم باش نخدم معاه باهي برشا توفيق اختيارك واضح ان شاء الله تضمن لها بها بلاصه القوله هذه شوف شيف نزار يخدمك مع العشيه الليله سيرش حتى كيما تقبل تكون مساند رسمي لشيماء تصفيقة دونك على شيف شيماء رزوقة مع دونك عزيز سيبون قعدنا شيف دالي شيف دالي شكون مع شكون تحب تخدم الليله؟ اليوم نحب نخدم مع ميسا علاش اخترت ميسا؟ نحب نخدم معاها خاطر انا ديما نتفرج فيها دمها بارد وستفز برشا وانت تعرف شيف الناس دمها بارد معناها لازم واحد دمه بارد في الكوجينه معاك وانت تعرف الكوجينه معناها تحب انسان دمه بارد باش ينجم باش ينجم يخدم يواصل اختيار ذكي صحيح دونك مستفزه قال لك مالغري قال لك مستفزه اسكو تقبل تكون الليله الباغام تاعو ولا؟ بيان سور باهي برشا دونك تصفيق على الشيف دالي المساند الرسمي ليه ميسا بديس معانا كيف كيف دونك لي شيف قعد يحيى يحيى شيف صراحه يحيى سامحني سامحني جيتك الاخر شكون بقى؟ الله غالب قضى وقدر شنو قضى وقدر؟ قضى وقدر امل عليه يا ولدي الشيف هاي لقيت لك عمة يويو يحكوا عليه التو قبل الثورة اي شيف ما عنده وين هيرب ما تجيبش حتى انت خير لازم يختار قانون اللعبة دونك تحية للشيف تحية للزانفيتي بتاعنا الليلة المساندين والرعيين الرسميين للشيف في كوجينتنا مشاهدينا الليلة كيف ما وعدناكم ثم ركن خاص وجديد في طاولة الشيف برنامجكم اللي استناو فيه عندنا الليلة تحدي بعد هو باش يتحدد مستقبل واحدة من لي زانفيتي بتاعنا سواء ميسا والا امل مش كان في الكوجينه برك حتى تنجم تخطف عرس وغيره اذا هي حاضقه قليله في الكوجينه دونك باش نشوفوا معانا انت الشيف في طاوله الشيف كيف ما قلنا جمهورنا في انت الشيف اخترنا معانا لي زانفيتي بتاعنا مع ميسا ومع امل باش نشوفوا شكون يطيب احسن عجه الضربه البدايه ديما باش تكون على اليمين باش نمشيو الامل
مرحبا. عسلامة. أي شيفة. أي. شو مش طيب لنا؟ اليوم مش طيب عجة. العجة وما أدرك ما العجة. باش نشوفوا معاك العجة كيفاش باش تكون والتفاصيل متاحة. باش خلي لك ضربة البداية. أنت شنو هو الإنجريديون اللي فيها باش تحط؟ باهي باش نحطوا. ركزوا لي شيف معانا خاطر من بعد راهو النوت عندكم لي شيف. باهي احنا باش نعملوها بالمرقاز. إي. دونك. مرقاز احنا اخترنا مرقاز مليحة. متاوح ومريقل ماهوش قرا برشا. دونك وحاجة بنينة في العجة. إي. باهي الزيت. إي. البصل. إي. العظم المرقاز. باهي. والتيبل. إي. تيبل كربية ولا تيبل؟ ما نعرفش. هذه فوسكا هذه. هذا تيبل زعما. إي. الملح والفلاكحل. أما ناقصة حاجة. وين الهريسة؟ الهريسة. احنا الطماطم بتاعنا عندنا طماطم مدشة بالثوم اليوم وحطينا الفلفل الاخضر هو باش يعطيك التوزويزه والا نجمو نعطيو كهريسه سيكام كان تحب انت تختار. باهي هاي هريسه تحب توزوز. اوكي ثم الهريسه من عند سيكام خل حركم هذا الانجريديون ناقص. اي امورك واضحه. اه امورنا واضحه. باهي تو شوفوا يا خويا شوف الهجه لي زانجريديون اللي خليت امورها واضحه الى حد الان فيها وعليها شيف راه يحب يدخلك بعضك ماشي اليوم يحب ينجح سيما ميسا. ميسا مرحبا. الوغ شنو باش تعمل لنا اليوم العجه هذه؟ عجه مرقاز حسب لي زانغريديون. دونك مع ميسا عندنا كيف كيف طبق العجه لانه بما انه تحدي الناس كلها لازم يكون عندها لي ميم انغريديون. انت شنو عندك ميسا قول لي لي زانغريديون الكل كيف كيف؟ كل كيف هذه انا بعته البصل خاطر هو خاطر زيت زيد في العجة حسب ما يجيش في عجة مرقاس نعيش ونتعلموا. ايه اوكي ننظر نحيو البصل. ايه كهو الباقي الكل شنو نستعملهم دوك شنو عندك الطوماط هذيا نتاع سيكام كونكاسيه بالثوم فوحه حاضر باش بنينه في العجة. اه مالا ما نكثرش من الثوم. ايوه حط شويه شنو اخر دوك سيكام رتحتنا. اها وعندنا زيت زيتونه زيت زيتونه بالطبيعه باش نستعملوا. وكا شنو نستعمل لي زانغريديون الاخرين كل ملح فلفل اكحل العظام الفلفل. باه باش تعمل مرقاز ولا في العجة؟ إيه هي عجة مرقاز. اوه جو كبير دونك المرقاز من عند مليحة اليوم. شيخات يعطيك الصحة دونك توب كرونو نبداو مع بعضنا التطيب نتاع العجة ونشوفوا شكون اللي يكمل الأول ويعمل أحسن عجة. دونك ميسا بدات العجة بالماء. باش تقلي العجة بالماء. أيوا. هي بدات على الزيت. اي الدنيا تحرقت. اي اوه مش حاجه حط على وجهي. لحظه نشوفوا لك نكلموا لك الحبايه. اي ايه لازم ينقص شويه يعض الواحد. الدنيا تحرقت. اه به شنو اخر نعمله توا؟ باهي. ميسا ديجا بدات. شو عملت ميسا؟ شو عملت؟ طيب فما انا نعرف راهو انتم اللي شايف تقليو من الاول وكل. اما انا بالنسبه لي انا مش ما غير منصوب انك تقلي حاجه من الاول مش صحيه. شايف ميسا. دونك انا ديما نحط الماء. اي حاجه مهم طيبه. مريقل خاطر تبدا نقول لي متولي مش صحيه حتى في العجه برشة. حتى في العجه اللي هي بيه. اهلا وسهلا معناها تحبوا الزيت ريمون امل حاسس شوف الريحه صدقني باش تربح انت بالحق طلع لي في المورال شايفه ومشخشخ ودنيا عليه البصل المحليه كراميليزي هكا لونه يشرح اصلا ليه الفايده في الريزلتاره اي مش في المنظر مش بك هاربه من الغاز يا بنت يقرب اي اي اش حطيت قول لنا توا حطينا الزيت حطينا البصل ايه؟ قلت البصل اهم حاجه في العجه هي البصل البصل اي باه باه طاب شحطوا كعبه المرقاز هلا حلي قاعدين يطبعوا فيا لا قاعدين يطبعوا فيا ولا الفوسكا لا عيشك الفوسكا لا باه شموا في المال في الريحه دايخين اصلا شفتيهم مش دايخين جمهور في شكون تشجعوا العجه شكون انا وزعما حسب رايكم شكون شكون عطوني ميسا مع شكون انتم مع شكون صوت شويه هكا عليه في جمهور مش مقتنع بالعجه حاسه
اللهم صلي على سيدنا محمد، صلي عن النبي. اسمعني يا اخي الغاز يمشي يمشي يجري يجري يمشي ما شاء الله. الغاز زيد وتنقص تحكم انت في درجه السخانه. اي زيد. دونك الغاز بتاعنا من عند بوفر، دونك نزيدو هنا نحطه على اقصى درجه حراره هكا يعطيك كويسون ايديال. لا غلبوك جماعه من أخطاء تدلل. عندك جمهور طلع والله. أي والله. ما القريل عجب صلي. خليه خاطر رشي شمو فريحة، خاطر رشي شمو فريحة. شوش بعد هيك اللي تغش؟ ليلي بنينة بنينة، ظاهرة بنينة. الريحة وصلت من لونها؟ العجب البصل ولا من العجب غير بصل؟ بغير بصل. مانيش عارف أنا منهم زعما اللي. مانيش عارفة. إيه؟ صلي على النبي. به؟ تصب ماء؟ شوية ماء. برشا ولا شوية العجب؟ قلة، شوية. باش فوحتك؟ باش باش نفاح. باش نفاح بشوية. شنو زعما هذاك؟ تيبل الكروية ولا تيبل هذا؟ والله ما شو شغل ما نحبش نحلف ما تحلفينيش. تيبل شوي تيبل. اي شوي تيبل اي؟ كيفاش؟ تيبل قهوة مش تيبل كروية. حطها فيا. صدقني أنت أدرى بالأمور. مشكلة واحدة خليها. باش تعمل منظر باهي. باهي عاملة كيكة خير. ولا الزوز. فقس كعبة حطها على جنب وزيد فقس كعبة. لا 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 الفوسكا لا شيف ما تعاونش الشيف. لا 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 ما نستحقش لا وراه الفايدة في البنا فايدة في أيوا اللي يسأل الشيف يخسر راه. هاي سيدي لي بنينة بنينة بقدرة ربي بنينة مريحة مريحة أنا نعرف عندي نفس أنا في الماكلة. إيش قولك في ميسي؟ هو راه إيه شكرت روحك إيه. مش الفايدة في الروسيت ولا إيه شكرت الفايدة في النفس. إيش قولك زعما ميسي سلك تعرف طيب؟ اسمع ديجا الدنيا محروقة الرفيع من وين؟ النار طالعة. هذه هي أكثر نقطة ما تحكيش عليها. الجمهور يشوف عارف شكون حرق الدنيا. ليه مش منينا من منكم أنتم؟ إي خانة ذراعها. ميسة تشكر فيك برشا أمل. أمل تسلم عليك وتشكر فيك. زعما تعرف طيب أمل. فيها الصحة. زعما تعرف طيب حسب رأيك. حسب رأيك. على ما ترى. شوف شوف صلي على النبي. عليه. ليه؟ عاملة روحها تعرف. هك... إي أما. شفت لا كونكيرونس الويالة. ليه ليه خاطر حكيت معها في الكوليس ما تعرفش. بخلاف الماكلة فيش نجم تنجح أمل حسب رأيك. والله. حسب رأيك. بخلاف العجة. هاكا ناجحة كرونيكوز ربي معاها ياك هاو داب داب كرونيكوز شو هو راهو في حالة ما جاتش بنينة ما تلوموش عليا خاطر أنا معناها العجة حكاية تافهة بالنسبة ليا أنا طيب الملوخية الكسكسي معناها العجة راهو معناها حاجة إيش معناها حاجة معناها الناس الكل تعرف طيبها وين الحاجة اللي يعملوها الناس الكل أنا ما نحبش نعملها يا بابا يا بابا ظهر ظهر هاي سيدي شيف حسب رأيك شكون زعما لحد الآن الريحة البنينة منين جاية؟ الأكثرية جمهور منين جاية الريحة البنينة؟ أكثر حاجة من عند شكون؟ قوي شوية من عند ميسة عند أمل أنا جاوبوا بشتر بشتر مانيش عارفة إلى حد الآن عارفة أنا ما شميت حتى ريحة الحقيقة على يدي اليمين عزيز حسب رأيك شربة يشم في شربة شيف عزيز شيمة مذوق راه باش نجم نحكم ايوا هذه على الاقل تدعي الموضوعيه كان ما مشيتش ندورها مقرونه الله باش نقول لك مطالبين بالعجه وانت واللي جيرين بعد باش نبدل الرسيت ايوا وين وصلت ميسا الوقت مازال لكم زوز دقائق والوقت يكمل واه يلزم العجه في زوز دقائق تكون حضرته لي شيف تو تنجموا تعاونوهم مسموح لكم بالمساعده تو زوز دقائق ناقصه طيب يا اخي شنطيبها انا ما نعرفش اعطيناكم الوقت كيف كيف ليه ما تجيش زوز دقائق شيح لك باش تشد وين باش تشيح اي خلي زوز دقائق ايا فقس العظم فيها ماء تحسها زغلي والماء يغلي اي حطيت برشا ماء
اعطيني مغرفه شيء. لا نشجع فيك انا ميسر، راني نشجع فيك والله نشجع فيك. لا ومش طايب كيفاش زوج طايب؟ مش طايب هاكا عجه قداش طايبها في الدار العجه؟ المرقاز مش طايب. لا لا الوقت لا المرقاز طايب. انا في الدار نص ساعة. نص ساعة طيبي فيها عجة؟ بيان سور. أنا في درجة منتي لهيتني بالكلام. سامحني. هو أنا في درجة نطيبها. سامحني في درجة معناها تعطي المرقاز نايم. ليه ما لهيتوني لهيتوني. شيف شيف نزار عجة قداش تاخذ وقت في الكويسون؟ بصراحة. مرقاز. 10 دقائق. ماكس. شيف هازار. دابخي توا انا كان معناها نلقى لي زغريديون نتاعهم كلهم حاضرين في بلاس 15 مينوت ماكس. 15 فوالا 15 مينوت ماكس. 15 مينوت زوج دقائق تكوني وصلتي 15 مينوت. حكمت على روحك نتاع تطيب نورمالمون برقاز الاول معناها يتقل مليح كل شيء. لا انا نحب ماكله صحيه. اسمعني انا راني شهيتني فيها العجه هذه نحب نذوقها فهمتني. كي تقليها معناها بعد تضرك صحتك. شيف محمد عريف قداش طيبها العجه؟ حاب نزيد. والمرقاز تعمل كيفها ديبار فروا في الماء ولا تقلي؟ انا ديما تطخ في الماء. قلي قلي. اي 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 امل شنو امورك؟ صباح قريب يطيب المرقاز. شوف الريحه ولي قول قول كلمه قول شهادة حق. ليه ما تشاهدنيش انا ما نجمش توا. بالريحه لازمك تحكم. عبدو قولك في الامور العجه ماشيه هنا؟ حسب ما ترى. خليك موضوعي. دقيقة أتو نذوق ونعرف وش يبقى. أيوا الفايدة في الله. دوز مينوت ماكسيموم. ماكس. ماكس. 12 دقيقة 10 إلى 12 دقيقة. معناها كيف هي أنا؟ معدل 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 12 دقيقة العجة. يا ريحة فيها. هاي سيدي. لا زيدنا دقيقة. نتاع العظم. أي زيدنا دقيقة به. الماء ما حبش يوقف. كان تجاوبني على السؤال هذا بالصحيح نزيدك دقيقة. انت وامل اي كان هي طاحت في السؤال وانت جاوبت بالصحيح نزيدك دقيقتي. باه باه. الروز امل نعم باش ما يعجنش شنو نعملوا له؟ زيدوه الماء باش ما يعجنش. زيدوه الماء ما شاء الله عليك فريمون توب. انا عندي الاجابه صحيحه. ميسر الروز باش ما يعجنش باش ما يعجنش نحط له شويه زبده شويه زبده شويه. ايه الكسكسي هذاك تحطه شويه زبده. باهي كسكسي. لي شيف. طيب. انا ريبونس بالنسبه للامل ريبونس تعطيونا تجاوبونا بال قداش تعطيوها على خمسه. اي امل بالنسبه للامل قالت الروز باش ما يعجنش شنو نعملوا امل؟ زيدوه الماء. بالبله ولا زيد يعجن. شيف هزار قداش تعطيها؟ والله الحق الحق كان جات فما حاجه تحت صفر عليها باللي شجعوا هو راهو زيد في برشا ماء وما يعجنش. قلت لكم الفايده في الروح اللي طيبه اقوى من طموحاتك. ميسا قداش؟ قداش على خمسه؟ ميسا قالت نزيدوا الزبده نحط لها شويه زبده هكا باش ما هي حاجه من الحاجات برا على على العينين على الاقل خرج مصفر شويه نقول زبده هكا باش ما بارابور هي تسمى واحد شيف واحد واحد شيف لا مجامل هذا ظاهر باتيسي دونك انا شديدني دقيقتين سيد دقيقة دقيقة لا وانا ربحت ما جبت واحد سي بون دقيقة هاي هاي يا سيدي دونك دقيقة نزيدوها لميسة وامل صحيح يا امل كملت امل صحيح هذه ليه ليه راهو قاعدين يحايلوا ما غادي هو قاعد يحايل هو حاطه باش يحرك معايا. لا لا شيف مسموح ينجم يعاونك. عاوني ملا شيف. وزي. بالله العظيم تبارك الله تفقيس العظم تاع صنايعي كيف تجي. تشوفوا البنا. يا بابا يا بابا اللهم صلي على النبي. الفايده في الوقفه هكا والوهره والكار ولا مش الفايده في الواحد راهو في التطشيب. القشور تابعين العجة ميسا ما تابعين شيء انت بعد تجيك عجة نظيفة ما ريت شيء صلي عن والبلون ترافاي نظيف يشرح ما شاء الله عليك اي فايدة في المباصة ولا وين نشوف لك حلقات في ظوافرك
عجب اللي فوز عقب. ايش نعمل نقلب؟ صحيح سيبهم كيفت عجتك. لا هذه ما زالت. هي كانت تجي مروبة نورمال. يحبوها مروبة ولا طايبة؟ كما أنت تحب تسر بيها. كما تتسر بالعجة. يا ميسة شكون تحب توده بالعجة هذه بصراحة؟ صحيح. على قدر محبته. شايف اللي حايل معايا. صحيح. ظهر هذاك باش خرجوه بالتصويت. ساعة هي تشهي أول نحب أنا ناكلها. أها. سي بون طفية كيفاش طفية؟ فوالا انا كملت قبل امل. امل ليس هي كملت. شكون باش تود العجل؟ فوالا مش مجيري. لا لا انا نزيد نقص لك في العدد. عليك معايا شايف على قدر محمدتو العجل. حسب رايك جات بنينه باهيه؟ جات بنينه نمدها زروب لروحي. اعطينا سكوب لي لروحي. يلا قر قر تجيك خفيفه. لي والله لروحي. نمد لروحي راوينا. الجمهور شكون معايا؟ هيك هاو الكلكم الكل. طيب كلهم من العجة الليلة. يعطيك الصحة دونك برافو لي شيف كملوا في التحدي. أنت الشيف الليلة كانت العجة بطماطم سي كامل اللي قدموها لنا أكيد تجيب لينا برشا ومعها المرقاز اللي شفنا مرقاز كل واحد طيبه على طريقه ثم اللي اختار الطريقة الصحية ثم اللي اختار الطريقة التقليدية مليحة توفر لكم برودويات ممتازة وبرودويات خارقة العادة بالحق حاجة ريحتها بنينة تشهي إن شاء الله هم يكونوا نجحوا في التطيب بتاعها. دونك باش نمشيو لجيري ونشوفوا مع بعضنا ردود الفعل وباش نشوفوا لي نوت. دونك هنا كملنا. لا لازم نذوقوهم. اي ما هي مازالت. طيب انت فاش ترشي؟ من اللي طيب وهي ترش. ترش ترش. نسيت الملح زدته في الاخر. شويه ملح كهو. مسموح شيف ترش. في الاخر. هاي سيدي باش نذوقوا الشيف نزار وشيف شيمة وباش نذوقوا كيف كيف باش نبدو. الضرب مسموح. باش نذوقوا شيف عزيز كيف كيف وشيف هزار. هكا هذا هي البلا الاول. يحيى كانت تعاوني. وعندنا كيف كيف دوزيام بلا العزيز وشيف هزار. وباش يعطيو لي نوت. جمهورنا حتى انتوما في الدار نجموا تدخلوا على الباج على الفيسبوك على الانستغرام تلفزة تي في تلقاو لي فيديو نتاعنا هذوما وخليو لنا الفوت نتاعكم في كومنتير حسب رايكم. وتنجموا تاخذوا راحتكم حتى اللي يحب يسب راهو ينجم ياخذ راحته. ما تسبوش امل لا. هاي سيدي لي شيف ذوقوا وبعد ناخذوا الفوت بعد ما نكملوا ذواقه نتاع الزوز. منظرها شنو هو؟ يشبه شوي العجه منظرها ولا شيف؟ لا شيف. والله عجه على بزو معناه. ها عجه على بزو معناه. فيوحة هي نعرف نصوح بالكدا. هذا اللي شكرتو قبيلة حب تفوتو بالعجة. اي فيوحة قال لها هاوكا اللي شكرتو قبيلة. قالها والله قالها فيوحة. انا راني مش. مش انا. هاي سيدي اللي شاف تفضلوا. دونك باش تعطيونا رايكم بعد ما تكملوا ذوقوا. ردوا بيكم لا تشرقوا ولا. لحظة هذه العجة اللي طيبتها أمل. دونك لي شيف قاعدين يذوقوا باش نشوفوا بعد باش ناخذوا لي نوت بعد ما نذوقوا زاد البلا اللي حضرته ميسا شيف شيما كيف كيف. دونك باش نخليو لك بنينه. طلعني يشرب في الماء لاباس شيف. كان تقلق شيف بربي والله تقلق برشا. ساميو سافا سافا بنينه. اصبري بركة ان شاء الله تمن احنا يروح عندنا شيف لاباس دبر راسه بعد. دونك شيف سافا مش سافا بعد نشوفوا مع بعضنا نشوفوا هل الاطباق هذه زعما بنينه ولا مش. اعطيهم فرصه خلي زيدوا ذوقوا. مش انا نذوق سيفي بركة الكليدان سي بون. زيدوا زيد شيف خاطر زيد ذوق. ها لا لا شده صحيح كليتو فيه بركة عندنا ثقه. ليه مش ما يحكموش من الاول خاطر ديما نلقوا من الاول مش هي. اي عاودوا بالله على خاطرها زيدوا اعطيوني فرصه ان شاء الله. اي بيان سور باش نعطيو للجمهور يذوق زاد ويعطيونا حكمهم. بالنسبه لهزار وشيف عزيز كيف كيف نستناو
الحكم نتاعكم على طبق اللي حضرته الشيف امل. بسم الله بارك الله امل هاك تيتر جديد اليوم مغربي عندك. نقولوا بسم الله شيف صغر اي باش ما تصدمش شوي بشوي خليك ليه والله دبها دب الانستغرام تقولي انت تصور وكب كيتا انا هاك محضر خير الليل اي به بنا عرفت تعمل عظمه معاها شويه طماطم و ايه وكاو وجيب لنا عندها نفس معناها العجه مش هي برا المرقيز شيف ما زعما طاب ولا ايه ليه طاب كيك بيسون سافا بعد عاد من بعد تو نشوفوا النوت نطمن على اون سي جامي يدوروا عليك بعد يقول لك لا هاي شيف عزيزه ميسة أخزر شيف ميسة تخزر لك يا عزيزة هلنا ميسة فيدة في النوت كن حقاني ما تحيلش شيف عزيز ذوق المرقيزي ما تعطيناش الحكم بتاعك دو المرقيزي داراني فوحته بهكا بكل قلبي بمحبة صار فوحتي انت مش مليحة معنا انا ديجا ملي دخل حبيتكم الكل ونحبكم على الاخر تسربي في الأمور الانستغرام هذوما هاي آه يا سيدي هاي هاي تو باش نتعدوا للطبق الثاني اللي هو حضرته ميسة فيما ذاق الجمهور كيف كيف باش يعطينا رايهم في الطبق الاول اللي حضرته امل جاو باش يذوقوكم في انت الشيف هذه العجه من اعداد الشيف ميسة حضرت لنا العجه اليوم في تحدي كونتر امل الساعه جمهور بنينا العجه ولا لا بنينا ولا لا بنينا ولا لا بنينا ولا لا انت ما ذقتش انا ما ذا ما تشهيش مستحيل نذوقها هاي ها بنشوفوا ايش عملت انت شوفوا الفرق لي شيء قولكم زعما العجه في المنظر بتاعك انت كمنظر بالحق انت تشوفوا انا نتحداكم كان مش عشتي انا ابا عايسي انت ايش عملت في العجه قلت لي نحيت شنو نحيت البصل ما حطيتش البصل وانت حطيت البصل حطيت البصل ليش ما يجيش بصل ما يجيش بصل في العجه في العجه فوالا دونك شنو هي اللي يجي فيها البصل الشكشوكه الباقي الشكشوكه يجي فيها بصل انت حطيت بصل هو انا بالعاني حطيته شي بنن باش يطير العين اي 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 شدي وهي زادت الهريسه ولا هزار تعملوا بصل في العجه ولا ولا والله بالنسبه بون بالنسبه لي انا نعمل شويه ندبلها من الاول خاطر نحس البصل ديما عنده بنين عنده نقطه كيف كيف الشيف ولا حطينا عملت شويه بصل انا الحقيقه العجه بتاعي ما نعملش شويه بصل ما تجيش ما تجيش ولا وانت شنو اللي حطيته قلت لي اللي فوحت هذا شو اسمه؟ تيبل اي هو كرويه هذا خاطر كان هذا تيبل ناحيه طب ليه نروح تيبل وكرويه لا لا تيبل كرويه كرويه كهو ليه ميلانتو ما غلطتين هي تجيب التيبل زعما من هذيك علاش ما عجبتكمش مادام طيب بعد وجهها كهو وانت ماشي ما علينا راهو انا من مستبرده مقرفه ميسة شنو حطيت حطيت كرويه تحط كرويه في العجه دابيتود عشت مرقيز اي عشت مرقيز اي تجيب حطيت ثوم اي فلفل فلفل اخضر اي طماطم سيكام زيت زيتونه اي وثوم به شويه فلفل اكحل وملح حسب رايك شيف نزار شيف ليزانغريديون شكون اللي موفق اكثر في اختيار ليزانغريديون؟ ميسة موفقه اكثر في ليزانغريديون طبعا شبيه الشيف مع الشيف عندك معايا مشكلة شيف خاطر ملي دخلت ماشي راهو فانا زعما على الانستغرام ملي ابوني ولا ماشي مشكلة في الماكلة راهو لا بريزونتاسيون لا بريزونتاسيون تاع العجة نتاعك خير من لا بريزونتاسيون هذه فوالا تكستور لا لا الفايدة في البنة بعد جمهور قال شكون ميسة ولا أمل الجمهور فوالا ليه أمل فوالا لي شيف يقولوا لنا صحيح باش نخليكم تذوقوا دونك وتقولوا لنا تعطيو لنا لي نوت شكون اللي خير امل والا ميسة على خمسه شكون اللي جاب خمسه على خمسه تفضلوا للشيف يلا ذوقوا البنه استمتعوا ان شاء الله ايوه عجه بالواحد خلي عندك انا
فعل كبير في هذا الطيب برشا. 100% شيء ابدا الصوص نتاعهم مش في روحك فيها الصوص ميسا شكبت عليها بعصة البصل هذه معروف شكون قالك شيف فسكان غادي نعرفها ولا بالحق هيا باهي حتى كان قال لي شكون انا نعرفها في الدار ما تعملش عجبك بيان سور ما تجيش ان شاء الله تسلك هذه الليله اسكو بارك خاطر هي حاجه منظرها مزيان عندها بصراحه بنينه مزيان يشوف ربي لي شيف مستمتعين ياكلوا ويعاودوا ياكلوا ويعاودوا شيف هازار في امل قصد خبز هكا صغيره تو انا ذيك الدوب اللي قصد والله انا ابارامون نفهم كان في الباتيسري الكوجينا مادام نطيب في العجب بالبصل طلعت ما عنديش مع الكوجينا بالعكس تحب الحق هذه امل شنو؟ بعد هذه امل بيان سور ابن برشا لا لا انا اسمعني انا نقول الحق راه اي انا نعرف اي ما ديتي نعرف شي فازه راح نقولوا احنا نطيبوا لك باش ندوقوا المرقيز باش نعطوا نفس بصل من غير حتى كان جيت انا حطيت بصل كيف امل نطلع انا ابن منك راه ليلي انا عندي نفس معناها ما اكثر غير ما تحاول باش نقول لك انا برافو ميسا ميرسي نقول لك بالاخر انا راه نطيب نعرف نطيب في الدار معناها طيب مانيش بو انا خاطر عندي معناها شيف معناها في الدار هذيك علاش معناها الله بيه 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 كيفكم تطيبوا في الدار؟ انا ما نطيبش عندي شيء عندي لكم مساله فيت في كيفكم تطيبوا في الدار؟ ميسا فيت في باش نسالك ما احنا قلنا تعرف تطيب في الدار وكل شيء كيف تشوي دجاج في الدار؟ وما تحبوش يجي شايح يجي مشوي طري وراوي كيفاش تعمل؟ نحط في الماء دجاج من الاول دجاج تشوي في الماء ليه نطيب دجاج تشوي في الماء تشوي في الماء شنو هو شنو هو عارف خليني سمعتوا ومعاه شكلكم مشوي في الماء باش الدجاج يجي مشوي في حقه شو تعمل في الدار شايف امل شنو نعمل شنو نعمل فيت في فيت في نزيدوا الماء مش نقليه في الزيت جو شيف اخر مصلي عندي يعني انا غايبه وفرت عليا وانتم بس طيبوا بيه الدجاج شوي بيه الدجاج نقليه في الزيت ونزيد عليه شويه ماء ايه مقلي وبعدها كيفاش المشوي وينه في الحكايه الكل عز حم خليك هكاك كيفاش نختار حوت فرشك ميسا تقضي ولا لا بالحق لا باهي كي يجيبوا لك الحوت للدار وكيفاش طلع هو فرشك ولا مش فرشك باش ما عديهاش عليك كيفاش تعرف الحوت فرشك ولا؟ أنا الحوتة نغزلها من عينيها نعرفها فرشكة. هي الحوتة ديما عينيها مغمضة كيفاش تعرفها يعني؟ كيفاش تعرف؟ ديما عاملة هكا هي ديجا تجيك دايخة. تلمو الحوت اللي جاي يا شيف فرشك للدار، ليل عينيه ما فماش. هي الحوتة ديما دايخة، أنت كيفاش تعرف؟ برموشها الحوتة عليه انستغرامات عاملة رموشي. مش صحيحة الحكاية معني أنا كيفاش رموشها ورينا رموشها بربي كيفاش يعني هي ديما هكا كيفاش تعرفها أنت هكا سيد المخرج شوف رموش الحوتة بربي بعينيها مغمزين يصلح فرشك اللهم صل على سيدنا أنا باش نعرف هو الحوت أنا ما نعرفش فرشك ولا مش فرشك أما اللي يجيب الحوت عندي في ثقة اللي هو جايب لي حاجة فرشكة اسمع أنت كل كيما الكرهبة قاعدة تباتيني في بلاصتك كاش ما تزيد تكسيريري تزيد تغرق خليك هكا دونك انا اجابتي البيتزا طيب في الدار ولا تجيب من الشارع صراحه اي امي طيب في الدار بيتزا وانت طيب بيتزا ولا الحق الحق انا ما حتى طيبتش مرة. اما نعرف كيفاه تعرف كيفاش به بيتزا باش ما تجيكش كاسحه خاطر نعرفوا طيبوا البات كذا تجينا كاسحه باش ما تجيش كاسحه اش تعمل لها في ساعه تحط شويه زيت تحط شويه زيت في البات اي في البات. ولا في الفور لا في البات شويه اي في الفور هذاك باش ما تلصقش تعمل الزيت في الفور باش تجي البات اي اللي ما عندوش شنو يسميوه انتم اي هاي الشعبويه ما عندوش اي ما عندناش طيب في الغناي اللي ما عندوش يحط شويه زيت باش ما تلصقش اي بريق البريق اوكي انا مش باش ما تلصقش قلت لك باش ما تجيش كاسحه باش ما تجيش كاسحه في وسط البات حطوا شويه حطوا شويه زيت امل شيف امل بالفارينه بالفارينه باش ما تفتحش البات
لا والله انت حتى البيك لحقك حتى بالفارينة انا ديما نحلها هكا بالفارينة صحيح. صدقني صدقني انا اللي قريت عندهم توا راجع في معلوماتي البات بالفارينة باش ما المعلومة صحيحة تاخذوها من عندي راه رد بالكم نعتذر سادة المشاهدين على التشويش صار لكم في معلوماتكم في الكوجينة. خلينا مع الشيف اعطينا التصويت على امل وميساء شكون اللي نجح في التحدي نتاع انت الشيف اليوم في العجة؟ واضح شكون شي ينجح. امل لي نبداو بامل قديش على خمسة حسب رايكم جمهور قديش دعم شوفوا النوت على خمسة ومزية مني عطيتي انت قصدني انا دو على البريزونتاسيون على البريزونتاسيون دو اك هاو كات اكفى ما كات سامحني فما شيف عطاتها اربعة على شنو فسرا بون البريزونتاسيون بتاعها مزيانة شيف ايه وبنينة بنينة من ناقصة شوية للفحات ناقصة شوية فحات اي برشا شو الفحات اللي نعملها مينا سبيسيال ما يتطعمها مش اما تحسها مريضة تحس روحك اللي تحب ما تحسهاش ناقصة عجة كاملة مي انت تحس روحك اللي تحب موضوع العجة ما تحسهاش خارجة على الموضوع لحظة شيخ لحظة هو اللي ذوق معناها ما كانش هو اللي يحبني ما تحسش روحك اللي تحبني يا ميسة حبيتك قبل العجة كاو مش عجة اصلا في الحكاية عندها خارجة على الموضوع شكشوكة على الموضوع مقرون اربعة على شنو هو اربعة هذيك واخذة الرسمة شيف شيف قداش خذيت؟ اثنين على قديش؟ على على خمسة قالها برشا مزية قلت لها ديجا عليه تعمل فيلم مزية خويا اعطينا النوت الصحيح خاطر جيعان شيف هذاك علاش لا لا يا شيف والله لا فيها برشا فيها برشا نورمالمون تجيب واحد بالجهد انا شيف نقولها العبرة بالمشاركة على المرة القادمة محاولة المرة القادمة خاصة ياكل في طماط بالمغرفة عندك اكيد امل لا لا في العبره بالمشاركه كيف ما قلت لك اي هو السيده حبيتوني وكا حبوك يا اخي اما النوت هو صحيح حبوك ما حبوش ما كلتك حبوني ودلل دونك مشاهدينا مع لي شيف كفيف باش نشوفوا النوت اللي خذيتها ميسه حسب رايكم جمهور بيان سور هي ربحت قعدت نستنى في الشيف عزيز مرتشية ريت بيان سور خمسة عطيك هيا هيا واضحة قولوا عمل 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 رغم اللي ملي دخلك انا حاب تعطيني صفر ديما انا الاولى دونك برافو شيف ميسا برافو شيف امل ربحتوا معنا حار عظم تصيح عليهم وعلى حارة العظم مشاهدينا ما زلنا معاكم مع الشيفان اللي لو نعتذروا بالحق على تشويش معلوماتكم اللي تخص الطبخ ميسا حاولت تجتهد تجيب حاجه باهيه بالنسبه للامل شويه وتشعل فينا النار استوديو كامل ما شاء الله عليك لا 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 شجعك على الانستغرام وانا واحد من الناس باش ندخل نولي ابوني عندك باش ندعمك في الخدمه هذه ما تعملش خدمه اخرى خليك في الانستغرام دونك تحيه لكم ميرسي لي شيف انت الشيف مع بعضنا الليله كنا مع ميسا ومع امل قدموا لنا اطباق تونسيه اختاروا العجه وقدموها بالطريقه نتاعهم لي شيف كل واحد اعطاهم حسب الجهد نتاعهم مشاهدينا احنا بعد شوية نبدأ معاكم الطبق الأول مشاهدينا كيف ما قلنا الليلة من الأطباق الموجودة على طاولة الشيف الطبق اللي اختارته شيف شاي مرزوقة ذكرنا بالطبق بيه شيف اليوم اخترت باش نخدم بالوتين متاع حوت بالخضرة ايه اول حاجه في البالوتين هذه باهي باش نحضر الفارس فيه باه حيت الحوت نتاعي باش نبدا بشويه بشويه نزيدوا ابيض العظم على ثلاثه مرات ان شاء الله علاش ما تزيدوش مره واحده على التكستور شيف باش يطلع بالبيوي توانا في الخدمه دونك صحيحه التكنيك امورها واضحه امورها واضحه يعطيك الصحة كيف ما قلنا كي نعملوا بالوتين باش نعملوا الفاخس فين نتاعها وغيره دونك يلزم العظام يتزاد وحيدة وحيدة باش يعطينا موس باهية تكون فيه ايري دونك تكنيكمون امورك منظمة تو باه نكملوا نرحيو دونك احنا الماكينات هذوما مدونا بهم دونك فكير اللي اكيد كازا برو هم الوكيل نتاعهم الشركة الوكيل في تونس دونك كازا برو يوفرونا الماكينات من عند فكير
شنو هو الفلاح نتاعها شيماء؟ فواح ملح فلفل اكحل جونجومبر بيان سور زيت الزين بال باه فواح دونك سكنجبير فرشك هنا اخترت اي باه الزنجبيل يعطي نكهه مع الحوت بنينه اكيد اي باه شنو نزيدوا عليهم؟ ملح حط لي فلفل اكحل نعاونك اي ميرسي شيف اختيار الزنجبيل زعما موفق شاف مع الحوت سامرش تري بيان مارياج جوجو يعطي نكهه باهيه علاش اخترت الزيت بارفيمي بالسيترون خاطر ديما السيترون يمشي مع الحوت شاف يعطي نكهه باهيه معناها اكيد اي وحتى مع الجنجومبر نتوقع بيان سور باه شنو تزيدهم؟ باش نزيدهم شويه كريم اكيد وتطلع كيف كيف بشوي 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 شاف باه دونك نكملوا احنا نرحيو هات نعاونك بالنسبه لل الفارس فين ايه اون باراليل شنو نعملوا باش نحضر كافيلي بالليغوم شايف اللي باش تعطينا لومبرانت باه باه دونك هذايا الفارس فين نتاعنا حضرت اي احنا هو ركحته في بوشو شايف دونك انت باش تعمل كروت من برا بالخضره اي بس في الناريه شو عملت مع الليغوم ترى باه الليغوم تاعنا قصيناها شيف اي اون لاميل بعديك اي طيبتها ولا كيفاش؟ اي طيبتها شويه في الماء مش برشا لا مش برشا ليجيرمون بوشي ليجيرمون بوشي باش تولي تطاوعك تنجم هكا ولا تنجم تعملها ماريني زاده مع نسيد حاجه تولي تطاوع بالقدا الخضره وتعطينا منظر مزيان تصور في البالوتي دونك باش تعمل كيما السديه هذه تابي اي واحده بواحده بواحده اكيد بعد باش نحطها فوق الفارس فين اللي هي هذا الحوت اللي رحيناه الحوت اللي رحيناه وبافي نتاع حوت ديجا طرف حوت معاه زاد في الوسط اي باهي شاف بعد لحضرنا الفارس فين نتاعنا حذر وحطيناه في البوش ركحنا التابي نتاع الخضره اي وباش نحط السديه هذه اي كيما الزربيه اي باش حضرنا الفارس فين اللي مفوح بالزنجبيل ومفوح بالزيت الزين اللي بالقارص اي دونك هذه الحوت اللي طرحاه كيف ما قالت مع العظم معاه الكريم ليكيد ومعاه الزنجبيل وفحات تختاروا انتم تفوحوا كيف ما تحبوا يا اخترت اليوم تعطيه نكهه بالنكهه القارص وزيت زيتونه زين دونك هنا اكيد باش يعطي حاجه بنينه مع الحوت اي اكيد بعد ما نعملوا الفارس فين هذه بتاعنا هكا شيماء شنو نزيدوا اه باش نحطوا عليها الحوت شيف ديجا مخليه طرف نتاع الحوت ايه. نلقاو دي تكستور مختلفين هنا اكيد شنو هو لي بواسون اللي اخترتوا البوسون ميكر الغراب نقولوا احنا القربصي القربو دونك كل واحد واش يسميه اللي هو الفاج تو ولا موجود في تونس احنا ما نشجعوش على الاستهلاك نتاعو سوفاج لانه سوفاج مهدد بالانقراض تو ولات ثما سوليسيون موجوده في تونس اللي القربو يتربى اللي هو الغراب ولا القربصي كل واحد واش يسميه وبنين برشا وانتاج تونسي 100% ويربيوه في البحر دونك حاجه خارقه للعاده باش نلفوا دونك الفارس تحتها باش يشد هو الخضره اكيد حاطين بابي سولوفان فوق بابي كويسون بيان سور بابي كويسون صحي اكثر باه دونك خليك انا تكمل هالبالوتين ويعاونها برشا في الخدمه في الخدمه هاكا شيف نزار يضرب معاك دونك شيف باش نخليكم هنا الشيف الاخرين يستناو فينا مشاهدينا دونك مازلنا مع بعضنا باش نكملوا احنا الاطباق اللي اخترناها لكم اليوم ومع شيف دالي والمساند الرسمي لي ميسا مرحبا وين وصلتوا؟ والله يا قصرنا في الخبز باش تعملنا كل اي 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 الخبز هذا شنو باش نعملوا به؟ باش نفوحوه شويه كاري وشويه زيت زيتونه زين باش نحطوه في الفوت نفوحوه ها ان شاء الله اي باش يجي يتقرمش اي باش يجي يتقرمش هذا مع لوف بارفي العظم قلنا اليوم على طريقه شيف دالي باش نعملوا لوف بارفي بطريقة مزيانة بطريقة باش تكون شبابة حتى في التقديم. نحطوا له شوية زيت خلطوه ويتحمص في الفور. شوية في الفور. درجة حرارة قداش هكاك؟ 180 به 180 دونك على درجة حرارة 180 نخليه هذا يتحمص مدة 7 إلى 8 دقائق يحمار الخبز نتاعنا ماكسيموم 7 دقائق لأنه احنا الفور نتاعنا هوفر دونك فور ممتاز برشا مدونا به كازا برو الوكيل نتاعهم في تونس دونك يوفروا معدات خارقة العادة تساعدكم برشا
في الخدمه، سواء لي بلاك اللي تشوفوا فيهم لي بلاك اندكسيون، هذوما يعطيوا حاجه ممتازه زاده في الكويسون والتحكم في درجه الحراره، كيف كيف الفور سخان تتوزع بالقدا بالقدا، خاصه اللي يعملوا في الحلو وغيره في الدار يحبوا يصنفوا كيف ما امل. امل تصنف في الدار اليويو مشيش تعملوا في الفور. عندك اير فراير دونك يعطيكم الصحه مشاهدينا. احنا كيف ما قلنا اليوم مع لوف بارفي اختار شيف دالي باش يعمل هلا لوف بارفي بالكروتون فوق منه اللي بالنكهه الكاري اخترت انت الهندي هذايا اي باش نعمل معها اسبوما بالبارميزان به رغوة بالبارميجانو هذا ايه بارميجانو نتاعنا وباش نسوتيو معاها شويه شامبينيون به كيفاش الاسبوما باش تعملها الاسبوما باش نحطوا شويه كريم ليكيد باش نزيدوا شويه خلوه يغلي شويه نحطوا معاه البارميزان نتاعنا خليه يغلي شويه لين يولينا كريمي شويه هكا حطوه فوق النار خلوه يغلي يرد ويري شويه لين نتحصلوا على الكريمه نتاعنا باه يغلي شويه دونك باش يذوب الفرماج باش يذوب وبعد هذيا ومن بعد نحطوها نصفيوها الكريمه نتاعنا بعد نحطوه في السيفون باه باش ناخذوا شامبينيون اي ونحطوه في بوال شامبينيون طانجيك هذيا باش نطيبوه نخليك تكمل طيبو مع هذيا نبداو بالعظم نتاعنا بالطبيعه هذيك كويسون طويله 50 دقيقة قداش درجة حرارة؟ 64 64 درجة 50 إلى 55 دقيقة يكون العظم حاضر يكون العظم حاضر نبداو به هو بخاطر ياخذ لنا وقت ومن بعد نرجعوا للسبوما نتاعنا والشامبينيون شامبينيون اوكي مشكور شيف دالي ميرسي ميسا اموره باهية زعما قاد روحه حسب ما ترى المكونات هيك تعجبك قريبة للمذاق نتاعك الكيري خاطر نعرف مش الكل يحبوه فاح هندي ولا آسيوي دونك المذاق نتاعو حاد شوية نتصور هذا عجبني الباقي ما فهمتش الباقي دونك هنا باش يعمل هو قال كيما الكريمه بالكريم فريش وفيها نكهه البارميجانو فرماج ايطالي الشهير فهمت بالضبط مع العظم معناه ما نعرفش يعجبني كيفاش البلا باش يكون لو جو زعما فوالا بعد نعرف المساند الرسمي لحد الان امورك 50 50 ماهوش شاك فيك برشا وماهوش معاك 100% دونك زعما امل معاك 100% شكون قشر الثوم؟ قول الصحيح. امل صعيب ياسر. زعما شايف فيك يا تونس. يا بابا اضرب. البوفيت قشر. امورك واضحه. دونك مشاهدينا احنا مع شيف عبدو قلنا اليوم باش نعملوا طبق 100% باش يكون خضر. باهي شنو باش تعملوا فيه؟ اول حاجه شيف باش نبدا بالبافيت كاروت اللي هي بافي نقصوه كاروت بافي الفورم معناها يكون عالي هكا شويه. كاروت نقصوها بترونشوز تري فين ونعملوا ريدكسيون لكريم ليكيد واخترت نحط فيه هنا دونك انفيزيون كليل وزعتر وثوم كليل وزعتر وثوم ومن بعد نغطسوها هكا ونعملوا ليتاج لولاني طبقه لولاني واخترت نعمل في ما بين طبقه وطبقه نعمل فارس دوكسيل اللي هو متكون من بين شامبينيون وبصل باهي كيفاش نعمل بعد موس كيفاش تعمل هذا يا امل؟ قول لي هذاك يتعمل كيفاش عملتوا الشيء؟ وينك يا بنتي؟ ايه شومك بالثوم ما عليكش قلت لك شيء حتى لا اونتخ تو قاعده يعني نعطي حاجه اخرى معناها اي ركز ركز راهو البلاي ناوي 50 عاود لنا عاود لنا امل عاود لنا انقذ روحك شويه انقذ روحك اي دونك عمل هاكا البصل معدنوس والشامبينيون والكبار والكبار والفاريون فاريونت ايه والفاريونت بيمون كاين وفلفل برعبي ما فماش فلفل ايه واحد بريك فارس ديكسير بالكبار والفلفل باش نحطوا الكاروت وبعد كيما قال الشيف عاود لنا بالله شيف شنو فيه سامحني سالتك انا غلط وانت متعدي قسينا شامبينيون اون بتي دي ومعاه بصل ومعدنوس ايه شو عملنا لك؟ سوتينا البصل ذبلناهم ذبلنا البصل من الاول في شويه زبده خلطنا عليه الشامبينيون ومن بعد كي صاي الفارس بتاعنا قريب يحضر زدناه البيرسيل يعطيك الصحه دونك هذه الفارس دوكسيل زدتوا وين البيرسيل في الاخر؟ اي زدتوا وكبار امورك واضحه
دونك هنا باش نعملوه هو فرشه بفرشه مع الليمال تاع الكاروت هذوما. وي شيف. باه نخليك تكمل الفارس دوكسيل اون باراليل. شنو باش نعملوا اخر؟ اون باراليل انا باش نجربوا توا امل وربي يستر. شو عملت امل؟ شدينا الثوم. قشرناه بعد غليناه 3 مرات. كيفاش؟ بوشيناه في الماء. حضرت عليك. حضرت هذا. بوشينا الثوم تاعنا. دونك بلانشي 3 فوا. تروا فوا في ماء سخون. كيفاش تروا فوا؟ خليناه يدويري شويه في ماء سخون وبعد نحينا الماء سخون عاودنا سدناه ماء اخر باش يزيد يسيب ينقص النكهه نتاعو. ديما الماء نغليوه الثوم في وسطه شويه ونحيو الماء هذاك ونشلو ونعاودو 3 مرات نعاود على العمليه. وتوا باش نزيدوا شويه كريم ليكيد ونخلوه يدويري. انا باش نجربوا امل عاد نزيدوا شويه كريم ليكيد. ركزوا معايا يا جماعه. دونك هذه باش نعملوا بها كريمه الثوم. كريمة الثوم باش تكون مع البافيت كاروت. باش تكون مع البافيت كاروت الطيب. وبعد ما تطيب باش نعملوا لها؟ نضربوها بالميكسور بلون. نضربها ضربه. ليش يا معناتها نرحيوها. دونك ميكسي دونك تطرحها دونك اللي تولي كريمه. هذه بالنسبه للكريم تاع كريمه الثوم مع البافي تاع الفناريه ونطلعها بعد بشويه بيغ تجي بنينه برشا اكيد. وشنو هو الليجوم الاخر باش تعملوا؟ اخترت ناخذ القناريه شيف. سوتيها في شويه زبده. باه باه باش نعملوا قناريه دونك سوتي. سوتي باه باش نقدمها في الطبق هذا. مشكور راسي عبد الحي يحيى. دونك امل امورك واضحه ليه؟ هذا هو البلان تاعنا. تقوم تيب وتتمص. ها امورك مريقله. دونك هذايا بالنسبه لل ما يتحرقش الثوم. ما قلت لك من قبل الثوره ما ركبتش. انا نقول لك الثقه اقسمها ما تخليهاش 100% ديما رد بالك. حتى في قلب المرأة ارقد وعينك محلوله. دونك هذايا الشيف عبد الحي يحيى اختار يقدم لنا ليله طبق 100% باش يكون خضر معاهم كيف كيف. عندنا شيف عزيز دونك فيتور شيف يجينا من الاكاديمي دي شيف الليله باش يقدم لنا الديسير نتاع طاوله الشيف لنهار اليوم. واختار يكون البافلوفا. بافلوفا اللي هي عباره على شنو البافلوفا باش جمهورنا اللي تبع فينا وشيف هازار ركز معاه قول لي صحيح ماشي الامور. بافلوفا عباره على مورانك اللي هي المعروفه الابيض نتاع العظم مع السكر نطلعوه يولي لنا مورانك. ومعها كيما اللي يحب المتشاهد معناه شنو باش يعمل. مره يحب يعمل فريز يحب يعمل خوخ. كل واحد وشنو هو بصاع عليه خاطر انا سارق من جيراننا برشا بصاع ما يمشيش المده هذه. ليش؟ برجوليه شبير بصاع كي نسرقوه يجي بنين وكي نشريوه بالفلوس تعبتم. شنو قولك يا مل؟ الحرام جميل بصاع ولا؟ اي انا سرقت البصاع وانا صغيره في بالكم والله سرقت. ميسه بصاع كي تشريه ابن ولا كي تسرقه من عند الجيران ابن؟ بصراحه. ليلى نحب فلوسي. مش تشري بفلوس. اي ريت هكا هي جونتيس الليله. قالت لك انا نحب نشري. لا الليله اسمع الليله قالت لك نحب نشري بفلوس يجي بنين. شايف اش قولك؟ بالفلوس خير اما مسروق مسروق قبل مسروق قبل. بالنسبه للامل تسرق فيه. بالنسبه للامل شدها تسرق في البصاع من الجروند سيرفاس. ليه؟ السور عالي عليك. ليه عندنا شجره مقابله تاع الجيران هاك عرفت شكون سرقها. دونك احنا ما نشجعوش على السرقات. البصاع حاجه مشتهيه من عند الجيران. كل جار يفقد البصاعه وهزته امل. راهي عندينا. دونك شيف قلنا اللي يحب اي انسان اللي يحب الفروي اللي يحب عليها نزيدوا معها كريم شانتيه اللي هي نتاع سمارت شيف. كيفاش نبدو اول حاجه؟ اول حاجه باش نبداو بها هي الكومبوت نتاع الفريز. دونك معجون فريز. دونك حطينا السكر معاه. باش الفريز يشرب مع السكر يشرب الماء تاع الفريز ويشرب الماء نتاعو كما قاعدين تشوفوا. دونك دي غورجي بالضبط. حطينا السكر نتاعنا. ما نصبولوش ماء. اي باش نصبولو شويه بركه ماء شايف. باش يطرى. باه باش نعملو كومبوت. بالضبط. هو هنا نعملو كي ناخذو نخدمو من غير ماء. دي بريفيرونس. ماذا بينا في الميرانج خاطر الميرانج بعد باش نطيبوه. معناها اقل هوميديتي. اي ماذا بينا معناها تخليه يشيح لو ماكسيموم. هو لو فيت انك تحط فيه السكر نتاعو يسيب الماء. يسيب الماء. بعد نطيبوه. كيف نطيبوه معناها ماذا بينا نخلوه يشيح كريمه باش نحطوه في الميرانج. الميرانج ما يطراش. ما يطراش برشا. السكر نتاعو ما يتحلش بالماء هذاك. دونك هاكا استيس من عند شيف هازار. هذايا مساند رسمي صحيح. كيما امل. كيسه.
قتلوا باش نزيدوا قتلوا فارس دوكسيل بالكبار. بالكبار مساند رسمي هايل هكا يحب يحرق لك الثوم راهو على عيني. انا خاطر نحسه يحب يحرق لي ثوم باش رد بالك هاد عينك وعين غاشي. راني هوني دونك خذينا باش نحطوا شويه قارس دونك معاه باش نعطيوه نكهة ولا جوست باش ما يتبدلش اللون زاده تاع الفريز وما يتسكرش ما يعملش كريستاليزاسيون سكر بالضبط شيف باهي مشكور دونك شيف عزيز ومع هذايا شنو باش نعمل؟ مع هذايا باش نبداو نحضروا في الميرانغ تاعنا اللي هي الميرانغ سويس باش نبداو نحطوا 100 غرام ابيض نتاع عظم. علاش حطيتو على بان ماري هكا؟ باش ماذا بينا نحركو شيف باش ما يتيبلناش همش نقول لك شيف. نزيدوا عليهم 200 غرام سكر. علاش حطينا من الاول؟ من الاول نقول لهم شو اسمه عاد الميرانغ هذا خاطر عندنا تروا ميرانغ. اي قلت لهم شنو الميرانغ؟ شنو هو الميرانغ؟ عندنا الايطاليان وعندنا سويس. وشنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق فما ميرانغ ايطاليان اللي هما نعملوا سيرو كوي سيرو هذا ميرانغ سويس على الباماري توصل معناها تاع 50 كادوغري لازموش يفوت 50 كادوغري باش توليش اومليت. دونك قداش السخانه قلنا شيف عزيز؟ قول لهم قداش الكويسون تاع الميرانغ. الميرانغ شيف ما خليوش معناها فوق الباماري ما يفوتش 50 السخانه بالضبط ومن بعد نعاودوا نضربوه بالباتور ولا بال نطلعوه مش نضربوه مونتي نطلع شو نطلعوه شيف بالباتور باش نطيحوا له السخانه نتاعو ونحصلوا على ميرانغ سويس يكون فاغم وشاد روحه بالضبط ولكن ثم ديما زفوريه هكا شويه في العظم لا في البلون شيف في البلون ما فيهش اما نحن نزيدوه تبدا فيها هكا شويه نو الاكثريه البلون ما فيهش هاو باش نزيدوه نحن شويه زيست سترون كعبه القرص شيف ما نرموش شيء نرموش شيء ناخذوا زيست جوست لاصق الشور نتاعها ايه مشكل وبعد نستغلوها من ما نطيشوا شيء لا مش كيف شيف مش كيف قال لك مش كيما لي كويزيني انتم تطيشوا اكثر لي باتيسي ظهر لا مش صحيح احنا ما نطيشوا شيء جمله صراع اذني بين الكوجيني والباتيسي حتى خشور الطماطم نعملوا منها ديسير كل شيء دونك شيف نخليوه نضربوه ما لا 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 عاود لي نضربوه نضربوه دونك شيف لين السكر نتاعو يذوب بالضبط باش يساعدنا بعد كي باش تطلع الميرانغ بالضبط هنا جوست باش نذوبوا السكر بالضبط حاجه اللي يلزم نركزوا معاها ماهوش باش نطلعوه هنا الميرانغ بعد ما يذوب السكر نتاعو ياخذ سخانه يوصل ماكسيموم 54 خاطر كان هو شنو يقول لك يوصل ل 60 ولا يطلع الكواغيلاسيون دونك احنا نطلعوه 54 باهي كما قاعدين تشوفوا باش تصير تعقيم للعظم حتى كي يبيض معناها برشا برشا ما يخافوش معناها ايوا هكا السكر ولا بلانشي بالضبط اكزاكتومون بعد باش نطلعوه بالباتر عندنا باتر فكير اللي حطوه على ذمتنا كازا برو دونك يساعدنا برشا في الخدمه هذه خير من اللي نقعدوا مانيويل ونتعبوا بالضبط باه نجيو كحنا كي يطلع الميرانغ يحضر الكولي نتاع الفريز كولي ولا كومبوت اي جوست شيف انا عندي باش ملاحظه صغيره باش نزيد عليه الشبت وين لهنا ويعطي نكهه بنينه مع الواحد يعطي نكهه بنينه نعرف معناها حبق حاجه لا لا نحن باش نخرجوا على كومبوت هذايا ولا باش نعمل كولي كومبوت دونك باش نزيدوه شويه شبت باه يبنى لنا ويذكيها يعطي نكهه بنينه بالضبط به مشكور شيف عزيز عاشك شيف احنا مشاهدينا ما زلنا عندنا برشا مشوشين اليوم في كوجينتنا لي شيف دونك والمساندين والراعيين الرسميين ليهم ما زلنا مواصلين معاهم ومعاكم ما تبعدوش خليكم معنا على تلفزة تي في كوجينتنا ما زالت حافلة مع لي فيتور شيف اللي جاونا من الأكاديمي دي شيف قاعدين يطيبوا كل واحد قاعد يحضر لنا في لي بلا نتاعو باش نجيو ونكملوا نشوفوا شنو هما لي زيتاب اللي وصلوا فيهم وحيدة وحيدة باش ما نفوتوكم بحتى شيء احنا مشاهدينا مع أمل عندنا مجموعة من الأسئلة باش نبدو بها أمل كان جيت في الوضعية هذه تقول لي شنو تعمل تجيك حماتك وتقول لك الماكلة خايبة فرضا يعني انا صراحه يعني انا نقف في الكوجينه ونتعب أي. هي تقول لي الماكله خايبه أي. طردها ها طردها خاطرنا خاطرنا ما نتعبش على يجي معناها باش طردها نتعب انا ما نعلقش راني
باش نخلي الجمهور يقتص منك. رحمه باش طرد حمايتها خاطر قاتلها الماكله خايب. وضعيه اخرى عمال باش نحطوك فيها. تستدعى ضيوف وحضرت رجلت امورك في لحظه العشاء تحرق والضيوف درج درج ويوصلوا، اش تعمل؟ بصراحه نطردهم. لا عاد اخرج لنا شوف لنا جواب اخر. نجم عندي كوموند في ماكله. عم انا باش نقفل ونطيب بصراحه. وتحرق، العشاء تحرق، كيف؟ بون انا ما نقفش ونطيب للضيف معناها بصراحه. عندي معناها نجيب شكون يطيب لي معناها ويتلهى بهم. باهي صارت صار، يا سيدي سخنت الماكله، هكا اللي باش يطيب ما جاش. فما شكون يسخن الماكله؟ عرست راجلك يحبك يطيب له الماكله، تحرق العشاء. شو باش تعمل؟ لك ما نزيلو بيتزا. ولا يدخل يطيب وحده. يستنى في البيتزا ولا حتى طردوا راجل. يطيب على روحه وحده. ظهر لي الباب تاع دارهم ما يتسكرش، الوضعيات كل طرد وارتاح. اخر سؤال لك امل باش ما نحطوش عليكم وعلى اللي شاف قاعدين ديجا يخدموا ويطيبوا. دونك تخرج مع راجل باش تتعشاو عشاء رومانتيقي كيف ما يقولوا في كادر سمباتيك بلاصه حلوه. جابوا العشاء توكلتوا على ربي، الرويجل طلعي مرتق في الماكله. شنو هو يكون موقفك بصراحه؟ عشاء رومانتيك ويمرتق. اي هو رومانتيك هو باش يجيني مرتق. سبحان الله، كل حد عنده عاداته في الاكل. طلعي مرتق. وين الرومانسيه في الحكايه؟ وين؟ وين الرومانسيه في الحكايه؟ عليها تمرتقي يا سيدي. شوف 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 هنا الساعه أول حاجه ما نختارش راجل يمرتق، ما نخرجش معاه. لا 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 لا. وكيفاش تعرف الراجل يمرتق؟ نختاروا هنا هكا نختاروا. باش تختاروا؟ نختاروا. شنو باش تجيبهم الكل تيست يذوقوا كل. لا لا يمرتق نقوم نخليه معناها فرونشمون. نحب راجل مذخم. نحب راجل مذخم. في قاعدته. قول كان حسيبك رب. نحب راجل مضخم في قاعدته، في كلامه، في ماكلته، في تصرفاته، في معاملته، في خلاص لا ديسيون، في كل شيء. جماعة جد عليهم، الجمهور جد عليهم. مش باش نقول؟ نسكت خيرة؟ أنا اللي نعرفه على أمل هي تمرتق. خويا كيفاش هي تاكل وتمرتق؟ ما تحبش راجل يمرتق. أنا نعمل اللي نحب عليه، الراجل لازم يرد بينه معايا. بربي. صراحة بصراحة. حتى هو ينجم يقول يقول لي. راجل هابط من كرهبة مضخمة. إيه ويمرتق. كرني الشيك من هوني الغادي. والفلوس سبيس أغوش يا دروات. والمنقالة كيف ما نعرفوا احنا. وقال لك أول حاجة حط لك خاتم الذهب دابي السهرية. ديامونت. ديامونت حاضر سامحني أنا ديمودي شوية. دوك ديامونت ما نفهمش. ومرتقة. دوك. ومرتقة. إي مرتقة. مرتقة. أنا قلت. نحسب روحي ما سمعت. شامية كلها تبدل. نحسب روحي ما سمعتش. نعلم نوريك كيفاش ياكل. هكا وأنت مرتق وأنا مرتق. ما يصيرش. دوك. كل حد حر في اختياراته. ميسا عندنا ليك روبريك خاص بك بالذمة صنعناه. الروبريك هذايا باش نقول لك فلان كان جا ماكلة شنو يكون؟ نعطيك اسم وانت قل لي انا هي الماكلة اللي تعبر عليه. باش نبدا لك بالهادي زعيم. هادي زعيم فريز. فريز خاطر بنين برشا. اي به هادي زعيم فريز. ابن غلا انا عندك الفريز به. دونك هاكا نفهموا علاقه ميسا بالهادي زعيم ومحبتها ليه. بيا الزردي. اوه سجل بيا الزردي. تختاري غلا يا كيوي. كيوي كيوي الوسط الاخر. عليه 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 اخترت كيوي خاطر حامض ويدقه. حامض ويدق وبنين. حامض ويدق وبنين معناها بيا زردي بقوت شخصيتها الى اخره. رغم ذلك انا تعجبني معناها اللي برشا عباد كغباس هكا للبراني مي راهي اللي نجموا العباد ينقدوها فيه. انا ذاك نشوفه ايجابيات. وعلاش انا في الجل امل قبل هيا امل قالت الجل خاطر الفجل كيسه. ها؟ خاطر الفجل كيسه. جل. لا لا قول الصراحه. فجل مش بنين. هي قالت فجل. مش بنين وريحته خايبه.
وريحته سبب هذيك. كل حد مسؤول، انت قلت في جل كل حد مسؤول على تفسيره، بيك كل حد مسؤول على مخه. سامحني ميسا، دونك تنجم هي تعبر الفجل يكون يعني لها. دونك الاعلاميه عفاف الغربي عظمه كيفاش نفهمها؟ اه فهمني باش انا مخي. قلت لي سمي لي حاجه من الماكله، سميت لك قلت لي سمي لي ماكله سميت لك. ايه علاش عظمه؟ علاش نحب نعرف ريزونمون. لا كهو تعد انا اخر باساج قلت ما عادش اما خاطر هذه لعبه جاوبتك. والله ايش باش نقول لك معناها نبهت على المنشطين الكل باش ما عادوش ملف عفيف الغربي سكرني. انا مش ني منشط، انت طباخ. انا انت خاطري لعبه جاوبتك انا العظمه يمكن خاطر اقرب اليمون للانسان. عظمه مروبه ولا يابسه ولا حامضه ولا شنو تتسمى قولك العظمه ولا شنو انت العظمه اش تعني لك في مخك بصراحه؟ خلنا نفهم. واحد عظمه حارمه تتسمى. اوه 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 ريت ريت انا محط حطيتنا فيه ما اعطينا ليمون. ليه قلت مروبه ولا يابسه ولا حارمه؟ عليه حارمه ما يسميوها العظمه كي تقدم كيكا حارمه. دون عليها انت مشيت لل صحيح ولا مش صحيح؟ ثم عظمه بنينه، عظمه نافعه، عظمه رقيقه حساسه. كل واحد ورايه في العظم. كل واحد كيفاش يرى العظم. ميسا بديس حطتنا في اشكال كبير الليله. تحيه للاعلاميه عفاف الغربي. دونك الشخصيه المواليه لعبد الرزاق الشابي. ينجم يكون طبق مش بالضروره أي مكون فقط. لا 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 جيتش نقول حاجه. ما تخممش ياسر. طبق يعني يمثل عبد الرزاق الشابي. طبق كسكسي بالخضره. حاجه فيها فيها الالوان والجو والشيخات والبنة وحاجه مزيانه. حاجه تبدا كيفاش تتمهمش منين تبدا. ما تعرفش منين تاكل. اي هاو الوضوح في الاجابات. هذه اجابه واضحه. معناها انا كسكسي بالخضره أنا فهمت. نبدا بالدجاج بالخضره بالبطاطا فهمت معناها. ما عندوش لا راس لساس. ما عندوش لا راس لساس. يزي ماكش منشط. لا والله يا بربي خطيني انا. مالك نجيب منشط. لا لا خطيني انا كوجيني ونطبخ وكهو ما نجمش نطبخ في كواليس اخرى. قل لي الصراحه عبد الرزاق شابي كسخي بالخضره قاتل خاطر قالت ما نعرفش منين نبداوه يا امل. خاطر في منافع. فيه منافع وفيه منافع. جاتك على المذقة هذه بالذات. تحية لعبد الرزاق شيف. تحية لي. في نفس العائلة علاء كان جاء ماكلة شنو ينجم يكون حسب رأيك؟ على الشيبي. أي. على الشيبي. الجمهور يعاون فيك. عاونوني. واحد. علاش؟ مرمز يعني رمز على الشابي. لا جمهور بريمة حتى الجمهور طباخ. الجمهور قال اش قال؟ مرمز قل له اش قال الجمهور علاء بالله يخزر له قل له قال مرمز الجمهور. قلت لهم قل له راه الجمهور قال لك يا علاء انا ما زلت ما جاوبتش قعدت نخمم ما لقيت لك قالوا لي مرمز قلت لهم اش معناها رمز قالوا لي اي. دونك الجمهور مسؤول على الاجابه هذه. بيان سور. تتجرد انت منها الاجابه. نتجرد منها. ما تحبش تعطيه بلا البلا نتاعك بالحق بالنسبه لعلاء شنو ينجم يكون؟ منك انت. الجمهور قال مرمز، مسؤول على اللي قاله الجمهور. البلا اللي باش يحضروا دالي شو اسمه؟ اوف بارفي. اوف بارفي. اوف بارفي. لا مش خاطر خاطر بارفي. لا. خاطر هو معناه هو ابيض برشا في لون البلا اللي هو يا بابا. من لك وجينا اللهم صل على سيدنا محمد. ومعها هي عندنا الاعلامي المنشط امين قاره. امين قاره تحيه لي. امين قاره
ماجي خلينا زاد السؤال. تعليق امين قاره سنة عنا اكله ماش تعرفوها ولا خبيزه. اي بيان سور لا موف الخبيزه. خبيزه الخبيزه خلينا نتفكر التقديم. شافي شهيك تقديم الخبيزه بصراحه؟ لا عليه عليه قلت عليه علاش قلت كيك مفسر عشان مفسر خبيزه طيبوها؟ لا في الكيف طالع علاش اما تعرف تعطاها لشكون؟ طالع علاش جامين طيبوها تعرفوا البلا الخبيزه؟ اي نعرف شهيك شهيك تاكلوا ولا لا؟ جمله عمري لا كليته وما ناكلوش بس بيخليني نسمي بلا يعرفوه الناس. لحظة خلينا خلينا نشوفوا أمين. باش تفهموا القصد. قولك في أمين قارة قلت لك نعبر عليه بطبق الخبيز. وأنا كيف سألتوني سؤال كيف تسأل سؤال ذكرت قبيلة العجة بالبصل ولا بلاش بصل؟ إي. فتذكرت البصل. إي. فأنا قلت علاش ما يجيش راس بصل زعما؟ راس بصل. لا هذه مغرقة هذه ظهر لي باش باش نحوا لي فاتح الحويجة قول لي برا روح هو راهو تحية للإعلامي معناها قارة منافع معناها قصدك ما يغيبش على نحكيو على الماكلة معناها ما يغيبش على طعام ما يغيبش كيما البصل يفوح الماكلة موجود في كل طعام هو هذا اللي نقصده لأنه هو يفوح ما يسبدني نعطيك قصدي بربي ما تدخلونيش في دهاليز سينو دهاليزكم في بعضكم راني ما يعرفوهاش ما يعرفوهاش يمكن في الولايات الكل تنبدل أكلة يعرفوها التوانسة الكل لبلابي وتنفسر علاش هايل نفسها عند نفسها علاش لبلب باه وعلاش الخبيزه نفس المعنى خاطر يبقى في الطياب لا لا على خاطر هذوما حاجات بنان فهمت معناها بداوا حاضرين ناكلوا 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 وبعد كي نتقلقوا نبداوا نحطوا في اللوم عليهم ومن لبلابي ولا بلوبي وعليه دونك ويقلق عجبني الريزونمون صراحة تحية لي أمين قارة هذاك اللي صاير مع أخطر بالضبط نحب نرجع للعظمة هذايا إيش صاير مع أمين قارة ولينا اللوم معناها على العباد وعلى الزملاء هذايا هواية ميسا بديس إنها تدخلك في بلاصة وتخرجك في بلاصة لا لا نجاوبك على أمين قارة عظمة شنو هو؟ عفاف الغربي العظمة اللي في البلابي نتاع أمين قارة عظمة عفاف الغربي أنا قلت لك نسيت برا هي اللي بعد هي خلينا في اللي بعد ركز معايا مليح برهان بسيس شنو نجم كطبق بسيس قولوا اش قال الجمهور قالوا كفته اي يتقرمش وبنين اي حق ما ذقتوش اما برهان بسيس برهان بسيس نتاع كل بلاس حاجه سوتي ولا ماش حاجه سوتي لي ليغوم سوتي عليه خطرو حاجه كيك نتاع كل مثقفين نخبوي نخبويه فوالا هذه هي نخبويه كيما برامج ونخبويه يتفرجوا فيها النخبه به اش قولك بيه اجابتها برهان بسيس جابتها بصحيحه ها قد ماكله سوري هكا بالليغون حاجه هكا خفيفه انت مسؤوله برهان بسيس قالت ليغوم سوتي هل الذوادي هلا الزاوية طبق شنو تنجم تكون؟ كسكسي بالعصبان بعان بعان اي حويجة فوندو معناها كيفاش نفهمها؟ حويجة فوندو ولا حاجة رزينة في الهضم؟ أنا أراني نعطي في الاحتمالات معاذ الله نوجه في الجمهور ولا الرأي العام أنا أعطيتك زوز احتمالات ليه حاجة شعبية كيفها؟ حاجة شعبية كيفنا احنا؟ كيف هلا؟ العصبان طبق رزين قول الصراحة بصراحة ما يسبديس اي انا مرة انا كي قلته ما جاش لبالي رزين هو طبق رزين صحيح اما انا كي قلته ريزونمون تاعي مش هذاك انه هو شعبي وهي الضوادي شعبية اش باش نقول لكم انا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في اللي قالته ما يسبديس كل انتم متعاركين في بعضكم ربي يخلصوا حالكم في بعضكم انا خاطيني افون علاش متعاركين اصحاب في بعضكم سامحني اصحاب ربي ترجع نصفيوا العلاقه بربي كل شيء كل شيء انت انت ناوي تعركنا علاش العظمة علاش العظمة صفيوا العلاقه وعلاش العظمة تحيه المجلس بديس بكل صراحه امانه صافيه عام نعرف صافيه عادي نعرف انا نعرف
عندي حد يعرف. مشكل نعرف ولا ما نعرفوش تصفيق على دونك هذه الكوجينا وهذه شويه سكوب مع ميسا باديس وعلاقتها بالكوجينا وعلاقتها بالزملاء كيف دونك تستحضر الاطباق كل واحد وعبرت عليه بقدر محبته وقدر قربه ليها. يعطيك صحة ميسا باديس كيف ما قال كل حد مسؤول على تفسيره. أنا معاكم مشاهدينا نحب نتوجه للشيف نزار اليوم حاضر معنا. شيف نزار من ليجون شيف في تونس تبارك الله عليه، دونك عمره المهني عمر كبير لكن عمره البيولوجي دونك عمر صغير، عمل كاريير حلو ودومين الكوجينة عنده خصوصيته مش كيما الإعلام كيف ما كنا نشوفه، مش كيف ما المسرح، عنده خصوصياته. العلاقة بين لي شيف واحنا نقدمه في برنامج اسمه لاتابل دي شيف، كيفاش تراها في تونس خاصة في تونس مش في العالم لأنه كل بلاد عندها خصوصيتها. اليوم لي شيف يتعاونوا مع بعضهم قاعدين يقدموا ولا كل شيف منغلق على ذاته؟ كيفاش ترى الموضوع هذا يا شيف؟ نشوفهم لي شيف توي كي كلهم كلنا مش كلهم كلنا سوليدير مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا قرب برشا لبعضنا، نعاونوا بعضنا افيك لي كومبيتيسيون توي كي ولي كونكور والناس كل ولا تقرب لبعضها. بيتيتر قبل في دون دي زوتر جينيراسيون العباد كانت كلها مغلقه على بعضها، مي تو انا نعاونك انت تعاوني تبارك لك نشوف دي فيتور شافك نعاونهم كيف هذيك هي من نجمو ننجحوا نقدموا بالكوجينه التونسيه وكمان نتعاونوا تكون اليد في اليد، ما نجموش نكونوا كل واحد وحده. يعطيك صحة شيف. دونك هذه الحاجة الباهية في الدومين الكوجينة في تونس انه بدا ياخذ في بعد جديد كيف ما قال، ثم لحمة كبيرة ما بين لي شيف لي فيتور شيف. قبل احنا واحد باش يمشي ستاج يبدا يخمم يقول لك كيفاش باش بلغتنا احنا باش يتعقربوا عليا باش ما يورينيش الخدمة باش يبعثني نقضي في حاجة وهو يحضر بريباراسيون موجودة، لكن تو الحمد لله تراجعت برشا عند الجينيراسيون جديدة عند لي جون شيف تشوفوا فيهم عند لي شيف كيف ما شيف نزار كيف شيف هزار. تلقى المشكل هذايا لقيته يوما ما ولا بكل صراحة؟ تعرف فما كلمة شيف يقول لك صاحب صنعتك عدوك، نحب نصلحها للعبيد اللي يقولوا فيه الكل، صاحب صنعتك أعز صاحب عندك بالنسبة لي أنا، وبالحق معناها في الدومين نتاعنا نجموا معناها نجموا نكملوا بعضنا كيكسوا في ماتريال فما دي ماتير بريمير ساعات يبدا يتفقدوا معناها في البلاد نخدموا عند بعضنا في دي كونكور كما كنا نحكيوا قبيله معناها نستحقوا كمعلومات كماتريال معناها لازمنا نكونوا كنا معناها متحدين مع بعضنا ونقفوا مع بعضنا ونحبوا بعضنا باش نجموا نوصلوا سينو ولو اني ما ريتش معناها حاجه خايبه في الدومين الناس كلنا نحسها تحب دونك صاحب صنعتك أعز صاحب عندك يعطيك الصحة. أما تبقى قائمة صاحب صنعتك عدوك شوية، هو مش صاحب صنعتك أما اللي يخذ لك صنعتك يولي عدوك، مش عارف صحيحة إلى أي درجة، ما نحبش أنا نعطي الحكم. ميسا كي تشوف فاش نقولوا صانع محتوى انستغرامر سامحني بلوجر غيره يدخل يولي هو يطيب ويعطي في ليزاسيوس نتاع الكوجينة للجران بيبليك وغدوة يحل ان ريستوران ويبدا هو يقدم في روحه على اساس ان شيف وكذا، اسكو تراها الى اي درجه تكون صحيحه؟ لا حسب رايك تقبلها كان انت جيت شيف؟ هو قانونيا ينجم يحل ريستوران قانونيا ينجم يلقى صيغه ينجم يلقى صيغه يحل قانونيا يحل صاحب مشروع مش هو الشيف لا يبالي ممنوع نجم ينتحل صيفه بطريقه من الطرق ينجم يجيب ان كويزيني بالدبلوم تاعو يحل كذا معناها حتى في الطبخ كيف مسايبه لا حبيت هي مسايبه الى درجه ما دخلاء زاد الطبخ كيما الدخلاء على المهنة في بالي منظمين اكثر منا لا خلينا في الطبخ هاوكا رجعت تكلاشي في الجماعه لا في بالي منظمين يعني اكثر من قطاع الاعلام لا الحمد لله داخل وي في الكويزين انتير وي لكن نحكي انا كويزيني يجي واحد اخر ماهوش كويزيني ما تجيش ها حسب رايك كان انت شيف تقبلها ولا لا بالطبيعه ما نقبلهاش شيف نزار انا نقبلها على خاطر كوجينا غرام كوجينا حب نجم انا ما نكونش شيف كوجينا مي مغروم بالكوجينا ونعرف نطيب ونعرف نعمل برشا حاجات بنين معناها اذا تحبها ومغروم بها علاش ليه؟ باه انت شيف برشا يقول القايل معناها مش رايي انا 100% ماهوش رايي باش افطر لكن انت شيف وقريت وضحيت من عمرك قداش باش وصلت خذيت الدبلوم تاعك بعد ما قريت يجي واحد اخر من دومين اخر وعمره لنهار قرا كوجينا ويعرف يطيب وعنده نفس ومغروم
ما الفرق هنا بين المهني وبين أن أماتور مغروم وكل شيء. إذا نقول لك أنا ويجي وينافسك على نفس أنا المكان على الخدمة أسكو ينجم ينافسك هو من حيث المبدأ من حيث المبدأ باللي كومبيتونس ومش باش ينجم ينافسك مي بالغرام وكل شيء أنا كما جيتش مغروم نحب الكوجينة ما نوصلش للي وصلت له هذا في العمر هذا ومعناها راهي كوجينة في الأخر راهي حب وغرام أنا إذا ما عندكش الحاجة هذيك ما تنجمش تكون كوجيني خاطر كوجينة ما هيش صالير وثمانية سوايع خدمة وأنت تعرف الشيء هذا ثم كوجيني يخدم ثمانية سوايع لا 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 اللي يحب الكوجينة لا فاتورة كبيرة صحيح معناها أنا عبد مغروم يا مهام المشكل أنت تحب كوجينة ومغروم وأنت قريت وتعبت وكيف ما قلت تمشي الخمسة بتاع الصباح وتروح نص الليل وثم نفسه يمارس في المهنة بتاعك لكن ما هوش ما قرهاش حتى نهار وما تعبش عليها حتى نهار جست ولا معروف على انستغرام وعلى الفيسبوك وبدأ يعمل في ربي عاون كل حد أما يعمل كويات كبيرة متاع سوم دارجون أكثر معناه تعبر على أنه كيفاش نقوله عنده كليونات أكثر منك عنده جمهور أكثر منك على خاطر جست تعرف على انستغرام وعلى الفيسبوك أسكو تحسها عادلة الحكاية ولا لا بالنسبة لي أنا ما تقلقنيش الجملة لخاطر كل حد وش كتب له ربي وكما قلت لك إذا هو يحب الكوجينة والسافيان كوزيني بوركوا با به معناها غدوة أنا نحب الطب وأنا كوجيني نجم نعمل مش عملية نحكيه على حاجة ما حاجة موروثة معناها حاجة عبدي يحبها شنو الطب ما الكوجينة ما الكوجينة مسؤولية احنا نحكيه على الكوجينة كمسؤولية غدوة ما نحبش واحد نلقاه في بوست شيف أنا كأيوب شفتر يمارس في مهنة شيف وياخو على عاتقه إدارة مؤسسة ويفشل في إدارتها لأنه الكل يا أخي ان شيف سي ان كويزيني سي با ان كويزيني ان شيف سي ان كويزيني افيك دي كومبيتونس أخرين اللي نحكي فيه أنه لازم يقراهم لازم يكون ان بون جيران مي نقول لك لازم يعرف احنا ما حكيناش على انا كي حكيت ما حكيتش على الكوتي هذيك انا حكيت على كوتي حب كوجينا وغرام مش نحكيو على الكوتي هذيك انت قلت لي اسكو بكري قلت لي ينجم ينافسك في البلاصه هذيك اش قلت لك ينجم ينافسك قلت لك ما ينجمش بالكومبيتونس اللي عندي ما ينجمش ينافسني اما يمكن ينجم ينافسني بغرام حاجه يحبها لا بالغرام فما حاجات نتفرجوا معناها شيف هزار واحد يتعلم يعمل شويه سكر وعظم يهبط ينجم يعمل ما نعرفش برشا فلوس كيما ترى معناها كل شيء اما يعطي في معلومات غلطه نفرجوا في معلومات غلطه اللي هذا يعمل فيس يكتب عليها اسمه يقول انا شيف بالحق معناها انا بالعكس معناها العباد هذوما نوجه لهم بتدخل جتني الفرصه خليني نوجه العباد هذوكم ننصحها معناها كان مغرومين كل شيء عندهم معناها عندهم الغرام وكل شيء اوكي اعملوا في دارك اعملوا معناها كحاجه معناها عامله لها بون كيف اما كان باش تاخذ انت دور الشيف وتحكي على روحك اصلا معناها تقيم روحك وتقول انت شيف سامحني كلمه شيف راهي صعيبه برشا صعيب والعباد اللي فهموها اصلا مش امل لاش قولك في الكلام ما بين نزار و هنا باش نقول حاجه بركه ساعات الداخل يعطي خير من صاحب الدومين من صاحب الميدان اي لا بيان ديتاييك لا هذه امبوسيبل من فما زيدا فما انستغراموز عملت برنامج رمضان الصناعي حوار توتسي في برنامج من البرامج برنامج لا لا برنامج طبخ كيما هكا وهي تقدم فيه وتعطي في ليزاستيوس وتعطي في ليزاستيوس انستغرام وهي على باز ما تعرفش طيب هذه رساله دونك وجهتها هزار كيف ما قالت كل حد باهي انك تبارتاجي مع الناس باهي انك تعمل جمهور تخدم على روحك باهي انك تعمل فلوس ماهوش غادي مي مش اما ما يغلطوش العباد تعطي معلومه غلطه للناس ما ينجمش ينافسك في لي كومبيتونس بتاعك خاطر انت ما وصلت انت بروفيسيونيل ما وصلت شاف من بعد 20 ولا 25 سنه ما نحكيوش لا ما نحكيوش على لي كومبيتونس اي احنا انا كحكيت على خاطر انت لي كومبيتونس بتاعك انت ما عندكش البلاتفورم باش توصلها للعباد هو يوصل اسرع منك يستغل البلاتفورم اوتوماتيكمون العباد باش يمشيو له هو اكثر من باش يجيوك ليك انت يعني القصه مش عادله من الاول هذاك علاش نوجهوا لها من الاول هي عندها جمهور هي احنا توا في تونس اللي زادريس معروفين الشيف الفلاني الشيف الفلاني الشيف الفلاني ما فماش واحد ما سمعتش انا واحد قال ماشي الفلان وهو الانستغرام ناس الفلانيه اي صحيت معناها نحكيو على ديزادريس
بالضبط معناها نحكيو كي نشوفوا رمضان نشوفوا العباد فين تمشي نشوفوا مش معناها نتاع هذه هبط بوست ولا نحكيو على عامة الشعب مش الناس اللي تتذوق عامة الشعب كيف قلت لك تنجم توجه له السلوك الاستهلاكي نتاعو وتتحكم فيه وهو ما هوش بروفيسيونيل فما ناس مغرومه ادعاء فما ناس كل واحد وكيفاش يعرف الموضوع فين وعلى نحكيو دونك ما نجموش ما نجمش يكون تحيه للي خدم خدمه واتقنها بالله صحيح وتحيه للي يخدم في دومينو نجم حبت انت مغروم بالكوجينه ننصحك تعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل اللي هي متاحه وقانونيه وشرعيه نجم تمشي المدرسه تتوجه تقرا حتى في عمر ال 100 عام ما عادش ينجم على خاطر هو في مخه سي وصل كاباسيتي اكزاكتومون ثم اللي سي مشات في مخه هو وصل وسي وتعرف مي لازم يكون عنده لازم يكون حاضر من الاول اي لازم يكون عنده تكوين اكاديمي من الاول باش ينجم يوصل ويعمل ان بون كارير انا عندي اونتر بارونتيز تحيه ليه عم حمادي بالباهي اللي هو جاي قرا في الأكاديمي دي شيف عمره 62 62 عام كان مدير نزل مش بعيد على الاكتيفيتي كولينير بما انه ليزوتيل فيهم وكل شيء جاء بعث المشروع نتاعو الخاص تعب شويه في الجيرانس نتاعو بما انه ماهوش بروفيسيونيل في البولونجري وفي الباتيسري وكل شيء جاء قرا في الأكاديمي الاج دو 62 ونجح في اداره المشروع نتاعو تحيه ليه مره اخرى عم حمادي تحيه للناس اللي تتسمى حكايه غرام صح حكايه غرام اكزاكتو هذا اللي نحكي عليه حكايه غرام حكايه غرام تتسمى صح يعطيك الصحه شيف ميرسي شكرا لكم احنا مشاهدينا ما زلنا معكم في كوجينتنا ما زلنا مع لي شيف قاعدين نحضروا في الاطباق كيف ما قلنا قبيله لي زانفيتي نتاعنا جاوا وعاونوكم شويه وفهموا كيفاش قاعدين تعملوا دونك شيما احنا البالوتين نتاعنا قاعده تطيب قاعده تطيب شيف وي مع الحوت شنو باش تقدم لنا في البلا به حضرنا تروا غارنيتور حضرنا رغوه ارتيشو جناريه اه كيفاش عملت بالنسبة للرغوة متاع الجنارية خذينا الجنارية متاعنا فوحناها شوية ملح شوية كليل شوية ثوم وحاطين وفوقهم شوية زيت زيتون زيان حاطينهم في بابي كويسون لفين عليهم وحاطينهم في الفوق روتين باهي برشا باش ما تشيحش باش ما تشيحش اي وبعديك خرجناها بعد لطابط رحيناها مع بعضها وبعديك شنو زدت؟ زدتها شوية زبدة وكريم ليكيت مع بعضهم طلعت مع بعضهم طلعت بيرجينا باهي وكيفاش تعملها مرغوة؟ في السيفون باهي برشا دونك هذه بالنسبه للجناريه كجارنيتور مع البالوتين نتاع الحوت زدنا معاهم شيبس هي شنو عندنا؟ شيبس نتاع جناريه باهي كيفاش عملتوا شيبس؟ شيبس قسيته جويل جناريه دي لاميل دي لاميل في بالترونشوز ولا بالترونشوز وي بعديك زدتها لاميدون وحليت معها شويه ملح قليتها به دونك نشي سمارت شيف هذاك يشرب لها الماء الزايد اي تاع سمارت شيف وي تبقى تتقرمش به معاهم معاهم بيوري نتاع بطاطا بطاطا المهروسه اللي نعرفها بطاطا المهروسه به وشنو هو هذايا قاعده هنا هذايا فيمي دو بواسون زدناه جو دو كاروت وزدناه جو نتاع اورانج به دونك الصوص نتاعنا اللي هي باش تعمل بنكهه الحوت حطينا في وسطها العصير نتاع البرقدان وحطينا في وسطها العصير نتاع السفناريه بيدهم دونك شنو هو فواحتهم بهي اول حاجه خدمنا الفيمي نتاعنا شيف باللي زغيت نتاع الحوت حاطينهم في شويه زيت دونك احنا نقولوا كيما مرق الدجاج وغيره هذا المرق نتاع الحوت نتاع الحوت نتاع الحوت دونك لي زغيت معناها كل الزعانف وغيره دونك نحطوهم في ناخذوا منهم النكهه نتاعهم مع لي زارومات السلق البوارو سيلغي دونك لاف سيلغي والكراث معاهم شويه ثوم شويه بصل كيف ما تحبوا يغليوا هذوما ناخذوا الماء ونصفيوهم وبعديك نزيدوهم الجو نتاع الكاروت نتاعنا وجو دورانج ونخليوهم يغليوا التفاح شنو هو فواحد النكهه مع الاورانج بوافر نوار حطيت شويه فلفل اكحل شويه فلفل اكحل تو هنا الصوص هذه نتاعنا بعد ما اخترت شنو نعملوا؟ باش نزيدوها الزبده بارده دونك نحيوها من على النار نحيوها اي ونطلعوها بالزبده بشوي بشوي شوي بشوي شيف وي هاي امشي حط زبده سامحني نحط زبده بشوي بشوي ونقعدوا نحركوا هكا باش الصوص تاخو كاركتير باهي تاخو تكسير حلوه تكسير دونك هكا ليجيرمون ما نصبوش كونتيتي الكل بتاع الزبده بشوي بشوي ونقعدوا نذوبوا فيها هي دافيه
سخونه للصوص والزبده بارده بالقدا ونحيوها من على النار كي نخدموا هاك. وي دونك هذيا بالنسبه للصوص. يعطيك الصحه، نرجعوا لك احنا تو في الدريساج ان شاء الله. شوفوا دالي شنو قاعد يحضر. شوف ما حضرنا، حطينا العظمه نتاعنا يطيب، تعدينا السبومه نتاعنا حضرناها اللي هي قلنا السبومه نتاع البارميزون، الرغوه نتاع البارميزون اللي بالكريمه، وجبن البارميزون كيف ما شفنا، حطينا معاهم شويه فلفل اكحل، وهذوما الكل بعد ما ذابوا باش نطلعوهم بالسيفون ان شاء الله. توا باش نمشيو للشامبينيون نتاعنا نسوتو شويه. اي نحطو ناخذو بوالا. اي ناخذو الشامبينيون نتاعنا نحطو شويه زيت زيان. اي مع شويه زبده. باه حط الزبده نتاعك. وشنو نفوحو ما سي لو بواف. باه شويه ملح فلفل اكحل. دونك هذايا بالنسبه للشامبينيون سوتي، هذايا باش يكون مع لوف بارفي. باه نخليك انا هذا يتكمل سوتي. دونك بالنسبه للشامبينيون كيف ما قلنا عندنا طبق لوف بارفي حضر فيه محمد علي دونك ورفلي مع شيف شيماء كيف كيف قاعده تحضر لنا في البالوتين نتاع الحوت. وبالنسبه ليحيى اختار الطبق نتاعه يكون 100% خضر. شنو فيه؟ حطينا البافيت كاروت نتاعنا في الفور صاي. طيب ديجا هذا طيب ديجا. وحضرنا الكريم داي تاعنا، كريم الثوم تاعنا، وهاي حضرت سي بون. توا باش نحيوها بالميكسور. باه ناخذ الميكسور بلونكون هذايا دلتنا به كازا برو، دونك وكيل برشا ماركات عالميه. تدخلوا على الفيسبوك وعلى انستغرام كازا برو، ولا تمشيوا لهم المقرات نتاعهم تلقاو اللي تلوجوا فيه اللي اثث كوجينتكم الكل. باه نرحيوها الشيف شويه. دونك ليل تولي كريم. ليل تولي كريم. ونزيدوها الزبده بشويه بشويه زاد. باه. حطها شويه زبده ونطلعها. وعندك هنا القناريه هذه باش تعملها سوتي قلت لي. سوتي شيف. شويه زبده وشنو اخر فحالها؟ قناريه. شويه زبده. نحطوا القناريه. تسوتها شويه. بعد نزيدوها ملح وفلفل اكحل. باه. هذه القناريه باش تكونوا مع البافي نتاع السفناريه. السفناريه عملنا له الفارس دوكسيل وحطينا كريمه الثوم. وكريمه الثوم. باه هذه المكونات الرئيسيه في الطبق اللي باش يكون قلنا 100% خضر ما فيهش لحوم. باه خليك تكمل صوتي هذايا مع الاطباق المالحه. مشاهدينا قلنا لكم عندنا اليوم ديسير بنين ومزيان، خاصه قاعد يحضر فيه عزيز بن فرحات باش يكون ديسير على سيت، اختاروا البافلوفا. بعد ما طلعنا الميران كيف ما شفنا اي وهبط التمبيراتور نتاعها عبينا في الباشون نتاعنا، خدينا مول سيليكون دوم. باه هذا لي مول اون سيليكون نلقاوهم عند سيير. سيير اللي موجوده في الحمامات طريق كبير بورقبه كيلومتر واحد، والا موجوده زادة في تونس. تو عندهم مقر كبير في تونس موجود في المرسى سيدي داود كيف كيف في المنزه واحد. نجموا تتواصلوا مع سيير على الانستغرام وعلى الفيسبوك، والارتيكل اللي يعجبكم تختاروه وتبعثوا لهم تمنديهم يوصلكم لدياركم. دونك سيير تحط على ذمتكم فريق مختص زاد انتم كبروفيسيونيل باش يساعدكم في لي بلون داميناجمون تاع لي ريستورون لي كويزين اي لي باتيسري بولانجري نتاعكم. دونك مشكورين. دونك شيف ماذا بينا المول سيليكون هكا التمبيراتور نتاعو لازمها تكون انديكي عليه. اي انديكي عليه 240 وناخذ هذه نتاع 240 درجه. 240 درجه باهي برشا. باهي ناخذوا المورانغ نتاعنا دوروها اي على الدوم نتاعنا كيما القبه باش تعملها. صحيح شيف. اي دونك هذايا قداش تطيب درجة الحرارة نتاعو؟ درجة الحرارة ما تفوتش 90 شيف لمدة ساعة ونص. باهي برشا. ساعة ونص لين تشيح بالكدا بالكدا وتولي تتقرمش معناها شيف. باهي. دونك أنا باش نعمل ثلاثة شيف، مانيش باش نعمل لها لا هي كعبة. عرفت شكون شيف؟ أمل مقطعها اليوم؟ لا مقطعها سي بون. دونك شيف نحطوهم في الفور. تسعين درجة لمدة ساعة ونص. ساعة ونص ياخذوا في الفور هما يقعدوا 90 درجة. 90 درجة. باه تو نحطها معاها هي شنو باش تحضر لنا؟ مع ذايا شيف باش نعملوا الكريم شونتي نتاع سمارت شيف اللي هي متكونة من 115 مليلتر للساشي الواحد. دونك نحن خذينا 230 حليب بارد لازم. اي بارد. خذينا 230 مليلتر من الحليب.
باش نحط عليهم دو ساشي هذوما كريم شانتي من عند سمارت شيف. هذه باش تكون فارس في وسط ال اي مع مع الكومبوت نتاع الفريز اللي حضرناه. به نخليك دونك تكمل هذه يا عزيز. ايه. احنا مشاهدينا ما زلنا مواصلين معاكم من كوجينة طاولة شيف اللي شيف قاعدين يحضروا في البلا شوي اخر نبداو في الدريساج. مشاهدينا جينا للحظة الحاسمة اللي لازم أكيد أضيافنا يذوقوا فيها الأطباق اللي حضروهم لفيتيور شيف اللي جاونا اليوم من الأكاديمي دي شيف. نحب نذكركم الأكاديمي دي شيف هي مدرسة خاصة مختصة في التكوين في قطاعي الطبخ والحلويات، موجودة في 14 نهج الإمام الرصاع مون بليزير تونس. غادي تمشي وتنجموا تتواصلوا معاهم زادة من خلال أرقام الهاتف اللي تلقاوها على صفحة الفيسبوك والإنستغرام لأكاديمي دي شيف، وطلبوهم على 23-06-14-14 إذا تحبوا تأخذوا معلومات أكثر على الأكاديمي والخدمات اللي تقدمها لكم خاصة في التكوين باش تضمنوا مستقبلكم ومستقبل وليداتكم. احنا مشاهدينا كيف ما قلنا في طاولة الشيف في الكونسيبت يقتضي انه لي زانفيتي نتاعنا يكونوا ساتيسفي بالاطباق اللي حضروها واقترحوها عليهم لي فيتور شيف. نبداو بالطبق الاول اللي حضره لنا محمد علي ورفلي، لوف بارفي، قال بال البارميزون والشامبينيون. تفضلوا الاولاد نذوقوا الضيف نتاعنا شنو حضرته الليله. دونك نبداو باللي شيف، تفضل. مشكورين. دونك يبقى بحذنا شيف محمد علي. الوغ باش تقدم للساده الضيوف شنو المكونات نتاع الطبق وطريقه الاعداد نتاعهم، تعاود ذكرنا كيفاش حضرت. عملنا لوف بارفي العظم باس تمبيراتور عملناه. في قداش التمبيراتور نتاعو؟ 64. علاش 64؟ باش ما يفوتش الكويسون نتاعو، السوي نتاع الكويسون يولي الكواغيلاسيون نتاعو تصير ويطيب اكثر من اللازم. وشنو قدمت معاه؟ قدمت معاه اسبوما نتاع بارموزون و شامبينيون سوتي. باهي برشا. والاخرين لي زانغريديون الاخرين نشوفوا فيهم شنو ما حطينا. خذينا توست مع توست يتقرمش شويه معناها حطيناه في توستي توستي فوحناه بالكوري نتاع وكذا وشويه زيتونه مزيان بارميزون والبارموزون حطينا مع كريم ليكيد حطينا فيه البارموزون نتاعنا سيل بوافر خليناه يغلي مع بعضه مع بعضه باش يذوب الفرماج حيناه وصفيناه في التامين وبعد حطيناه في السيفون تاعنا. يعطيك الصحة. دونك هذايا بالنسبة للوف بارفي اللي حاب يقدمه لكم شيف دالي. تفضلوا ذوقوا وباش نشوفوا آرائكم مع الطبق الأول. دونك كي نقولوا اوف بارفي نقولوا كويسون لازم يكون بالبوان وبالفيرغول لازم يكون بيان ميتريزي. دونك شيف نزار
est-ce que le cuisson صحيحه ولا l'œuf parfait il est parfait ou non cuisson تاع العظمه سي parfaitement parfait texture تاع l'espuma طياره على الاخر le croquant de du croton de حاجه aspect باهي l'aspect باهي مع ال مع ال le moelleux مع la mâche de de champignon sauté c'est parfait les textures كل موجودين موجودين باهي شيف هازار بالنسبه لي انا تحسوا معناها شريتو فيزوالمون حاجه تملي العين فيه بلوزيور كولور فيه بلوزيور تكستور فهمتني الكروتون حاجه كروكونت تخليك تمضغ بالكدا طعم بالنسبه للموس بالحق معناها من ابن ما فما بالحق حاجه متكامله لا سيزونمون باهي ولا صراحة انت تعرفني انا صريحه في الكوتي هذي حاجه مزيانه على ما نجملش قلت بالحق برافو يعطيك الصحه دالي دونك هذايا لو بارتي اللي قدموا اليوم بنكهه البارميجانو الجبن الايطاليان معروف مع الشامبينيون كيف ما قال اراء لي زانفيتي بتاعنا يهمونا برشا باش نبدا بامل انا ما نجمش نفسر خاطر ما نفهمش اما ك ك ك فما بنا فما جو ما فهمتش شنو اما برشا البلا والله يعطيكم الصحه وفيزيوالمون انستغرامابل ولا فوالا سورتو انستغرامابل سورتو حبيت نجبد التليفون ونصور اكيد دونك يعطيك الصحه دالي ميسر دي بخدمها دالي وي بما ان السوتيان جاي من عند يديتي معاه تطلع بنينه كيما عشت المرقازه اللي انا عملتها يا عيني شيف نزار دونك احنا كيف ما شفنا هنا الكويسون كيف ما قال الشيف كان معدل لي زانغريديون كيف كيف فيهم دي ديفيرون تيكستور كيفاش نقولوا ملامس مختلفه دونك الطبق نتصور كان موفق الاختيار نتاعو كان اوزي شويه من عند دالي يعطيك الصحه احنا مشاهدينا باش ننطلقوا في تذوق الطبق الموالي اللي هو من اعداد عبد الحي يحيى دونك الطبق كيف ما قلنا من اعداد عبد الحي يحيى حاب يحضر طبق 100% خضر اللي هو تحدي باش ترضي دي كليون دي انفيتي وغيره بماكله تكون 100% خضر عبد الحي باش تقدم لنا الطبق اليوم شنو اخترت يكون فيه اخترت البلا بتاعي اليوم فيه كله ليجوم عملت بافيت كاروت بالفارس دوكسيل متكونه من شامبينيون اونيون كراماليزي وبيرسيل وعملت كريم داي زاده وعملت ارتيشو سوتي باهي برشا ودريسيت بشويه ويل فير وعملت زاده تويل دي تويل بور لا ديكوراسيون باهي يعطيك الصحه دونك باش خلي لكم الكلمه الفصل لي زانفيتي تاع طاوله شيف الليله اذا عاد الشيف فيها نفس نتاعي قشرت الثوم خاطر صار انت سبو دونك هنا الراعي الرسمي نعاود نذكركم الراعي الرسمي ما شاء الله الحاذقه اللي راك تشوف العجه اللي عامله سكسي معاها دونك امل صلي على النبي عليك ما تذكرنيش كل بركه دونك تفضلوا اشنو اموركم؟ بنين برشا والله باش نبداو معاك ميسا باش نبداو معاك حاجة جديدة كطبق خضرة 100% أول مرة نذوق لي ليغوم هذوما مش سوتي بركة ثم دي تكستور مختلفين نتصور حاجة لجو جديدة حاجة لجو غريبين شوية غريبة مي بنين ولا نجم حاجات تقبلها وحاجات لا قولي
صافا باهي نتاع مازلت نحب مازال نكتشف باهي تجربه جديده حاجه جديده بالحق امل تعيش تجربه جديده مع البلا ولا نموت على الجناريه جيتني حاسيلو اختيار موفق حاجه اللي نحبها هكا وهذه معناها بلان فيت نتاع هكا حاجه خفيفه هكا تاكل تاع ريجيم فوالا هكاك قولها 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 ومتع على دينك كيفي ما تلفي دونك شيف هازار تكنيكمون بالحق بون كابلا منظرو ياسر مزيان بالنسبه لي انا ليجوم معناها اعز حاجه عندي هما ليجوم نحب الخضره نحب الخضره مش نورمال ايه وعجبتني هذه هكا فما حاجه بافيت كاروت معناها فما فهمني حاجه سكري وحاجه صالية عرفت هكا اون بليس فما الكاروت كروكونت شويه تقرمش شويه تقرمش دونك جيم بيان معناها التكستير هذيك والارتيشو بنينه عامله سكسي نحب الارتيشو بنينه على الاخر الحاجه الوحيده حسيت الصوص نتاع الثوم حسيت القوم نتاع الثوم شويه هكا معناها انا راني باتيسير مانيش اما هو حسيت قوي شوي انتونس كان يعدل شوي النكهه نتاع الثوم النكهه نتاع الثوم باهي في الكريم داي بارفي شيف لو ميم افي افي كونسيرنون الكريم داي ولا قويه شوي ولا صفا صفا انا نحب نسالوا حاجه علاش اخترت بلا فيجيتاريان علاش اخترت الخضره 100% بيسكو شيف توا في الغاسترونومي فرونسيز مثلا عندنا برشا واللي نستعملوا برشا لي ليغوم اكثر من البروتين مثلا كيما البواسون والواحد كيما عباد مثلا فما دي سبورتيف مثلا يحبوا ياكلوا كان دي ليغوم وشويه بركه بروتين في العالم الكل لا. في الكويزين خرجت على السبيسياليتي بتاعنا يعني العربي المودرن يعني فهمتني كا هي تو احنا حتى باش نوافقك حتى في لي كارت دون تو لي زوتيل تو سي اوبليغاتوار ان نعملوا دي بلا فيجيتاريان على خاطر ثم ناس ما تاكلش لي بروتيين بالضبط واكو ريدوي تو الكويزين توندونس انه نستعملوا منتوجات ماهياش غاليه ماهياش غاليه ونخرج بها دي بون بلا هذه الحاجه الاولى لي تكستور يفتقوا الارتيشو كونفي طياره على الاخر مي لويل فيغ يكون بلو كورسي بلو كورسي باش يكون ظهر الممتع بيك لوف يعطيك الصحة شيف يعطيكم الصحة لي زانفيتي بتاعنا امل استحفظ لنا على المعون مش تابع الماكلة راه قول بركة للماكلة بركة تلمون بنينة ولا عشان هاكا تشجع فيك تضرب عندك ها انت قلت من الزكريا وقت اسمع بعديك باش نكونتاكتيكم راه لي غوسيت اماني عايشكم دونك يعطيكم الصحة اللي شيف احنا الطبق الموالي من اعداد شيمة رزوقة اللي هو قلنا حوت اكيد باش تقدم لنا حاجة بنينة دونك كيف ما قلنا البالوتين تاع الحوت اختارته اليوم القربصي والا الغراب ولا كل واحد واش يسميه دونك الحوت هذايا باش تحكي لنا عليه اكثر شيما الطبق شنو عملت لنا؟ باهي عملت بالوتين نتاع حوت وخضره عملت معاها بوري نتاع بطاطا عملت معاها رغوه نتاع ارتيشو عملت معاها شيبس ارتيشو عملت جو نتاع كاروت اورانج باهي يعطيك الصحه دونك هذا جو معناه صوص صوص اي طلعتها مع الفيمي نتاع البواسون مع البوغ وغيره وي شيف دونك مشكوره شيف شيما دونك انا مشاهدينا باش خليكم مع ضيفنا الكرام دونك باش يذوقوا ويعطيوا لي زافي نتاعهم تفضلوا الحوت هذايا كيف ما قلنا ولا موجود بوفرة في تونس أنا ما نشجعش على استهلاكه كي يكون سوفاج في الفترة هذه لأنه ما بدا مهدد بالانقراض ماذا بينا نحافظ عليه يتكاثر أكثر دونك سوليسيون ولات موجودة مع بعض الشركات التونسية والمنتوج هو تونسي 100% بداوا يربيوا فيه في البحر في معناها مياه البحر ويقدم كاليتي ممتازة وحتى كو حلو بالنسبه للاشا نتاعو في السوق معناها ماهوش مكلف بارابور الحوت الاخرين دونك نشجعوكم على الاستهلاك نتاعو احنا في جهتنا في جرجيس نقولوا له السبري دونك وهنا يقولوا الغراب ثم يقول القربصي كل واحد واش يسميه هاي هزار
مش نبدا معك بالفايده ما وصلت الحوت لي غارنيتور سافا شنو بيوري اذا ما تعرف البلا هذا ننصح به الجماعه اللي عندهم مشكله في المعده كل شيء كل شيء حاضر باش بوم دو تير بالحق وخفيف نتصور لي جو قراب من بعضهم مش قويين شيبس داقتي شو عندنا تحسوا البلا شيف فيه كرياسيون فيه خدمه معناها فيه اجتهاد جوستو ما فيه اجتهاد والكويسون تاع البواسون معناها بالحق باهي فيزيالمون مزيان مزيان يعطيك الصحة عمل انستغرامابل زعما ولا فايت هو ديجا صورت مش حاب تغير هي اول حاجة ثاني حاجة انا نموت على البوغي كل بيبي طبعا نرقد كان ما ناكل ما ناخذ بوغي فوالا والحوت انت علاش قلت الحوت توا ما نشجعوش على الاستهلاك نتاعو كيفاش سمحت علاش قلت النوع هذايا نشجعوا هناك يكون الحوت هذايا الفاج ما يسالش لكن كي يكون سوفاج المده هذه لا على خاطره مهدد بالانقراض دونك حتى البحاره ماذا بينا ما يصطادوش المده هذه خليه يتكاثر دونك القربو ولا الغراب ولا القربسي كل واحد يسميه احنا كيف ما قلنا في الجنوب نسموه السبري التسميات تختلف نتاعو دونك اللي هو لو ميغ بالفرنسي ولا موجود توا هذايا والفاج لكن يتربى في مياه البحر في تونس مياه البحر التونسيه وشركات تونسيه دونك نشجعوا على الاستهلاك وهو مربي سوفاج لا خلي يتكاثر وبعدها نرجعوا ناكلوه في ليتا بروت حتى بنين برشا 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 بنين الحوت بنين كما قلت هاكا شيء مامورك واضحه الكويسون نتصور بيان ميتريزي ميسك فاش لقيت البلا هذايا حوت سنقها قبل ما نذوقوا عديتني امل عملت ستوري خاطر مزيان فوالا دونك بريزونتاسيون ما شاء الله زينه بعد كيف كيف فما حاجات جديده جو جديد سينو معناها حاجه باهيه سافا اي باهي خفيف خفيف يعطيك الصحه دونك شيف نزار بريزونتاسيون مزيانة على الاخر الديو نتاع الارتيشو حاجة مزيانة اونتر سبوماي شيبس لاصوص اكسيلونت لما اورانج كاروت جو بونس اورانج كاروت اورانج وي البوري اونكتيوز كويسون تاع الحوت سيرتو الكويسون تاع الحوت لانه صعيب واحد يمتريزيه اون بليس تحب تخدم ماي ما نجمش هكا خذيت بلاصتها صحيح يعطيكم الصحة عايشك يا شيف يعطيك الصحة دونك يعطيكم الصحة لي فيتور شيف دونك هذه الأطباق المالحة توا جاء لقاية نتاع الديسير مع الشيف عزيز بن فرحة شكرا دونك الحلو ديما يبقى للآخر ان شاء الله اليوم يتوفق عزيز في تقديم هالطبق وما ننسوش معنا شيف باتيسي اليوم دونك اللي هي شيف هزار شوابنيه كيف كيف شيف نزار عنده ما يقول في روحه راه في الباتيسري يفهم مليح الوغ شنو عملنا دونك شيف اليوم عملنا بافلوفا الباز بيان سور نتاع البافلوفا هو المورانغ عملنا الكوك نتاعنا المورانغ ولا الدوم نتاعنا هي المورانغ لانسير نتاعها فريز وسكرناها بالكريم شانتي كريم شانتي سمارت شيف وي سمارت شيف والفريز حطينا فيه شويه انيت باش طوحنا يعطي جو اخر يعطي جو اخر و... به مشكور يعطيك الصحه شيف عزيز بن فرحات خليوا الكلمة للشيف تفضلوا ذوقوا. أوا أنا شفت شكون جبد التليفون وصور. أنا الكل باب الوشاية. يا لسان الفايل. إيش تاكل؟ صعيبة صعيبة في ال. باتيسري تحب الفيانة. مهف طلع ها ليه يا زمان كمان هالكل مرق واضحة سي عزيز ها عندك واحد من ليزانفيتي في الجيب باش نعطيك رأي ما نجمش نعطيك رأي من اللو ها شكون اللي خايف منه في ليزانفيتي؟ أنا في اللافي بتاعه بالحق بالحق سانسيرمون
والله مانيش خايف. عليه عندك ثقة في روحك تاروغون انت معناها. هذاك هو اللي فما موجود فريز. باهية الثقة في النفس. هذاك هو. لا الحق شكون؟ والله ماني خايف. باهي كان في مخك تخاف. آه. كان فما انسان باش يقول فينا كلمة خايبة. أمل. أمل. ظاهرة الحكاية تسموتي في بعضكم. أما راي أمل أما راي غلط. نجمش نقول كلمة غلطة ظهر لي غطست. ديجا من عينيها هي. عدو اللي طيبته أنا عطيتني واحد أما ما كلتك بني رقم. أيوه. طلعت عندها مصداقية في رقم. أنا البنات تغلبها. أنا برشا في حقها تعرفها. ثم كونفرساسيون ما نحبهاش تفوتنا ما بين شيف نزار وميسة. أيوه شقول لي. عجبتك. قال لي انا ما ناكلش الحلو برشا اما اي قلت لها ما نحب ما انا ما ناكلش برشا حلو مي لا توش دانيت سي اكسيلون يا اخي قلت له انا ناكل برشا حلو عجبتني برشا صحه وفرحه صحه وفرحه دونك معاه هذيا نحب ناخذ راي هزار لان بالحق هي مختصه في الحلويات زاده خذ رايها خذ راحتك صحه صحه وفرحه دونك نشوفوا شيف خاصه انا ديما الباتيسري اكثر بوان نوار كشيف هي السكر ما نعرفش نتقاسموا نفس الرأي ولا بصراحة شنو بالضبط؟ في البلا في الباتيسخي كي نلقى برشا سكر خاطر التونسي عنده باتيسخي تساوي السكر أنا بصراحة كشيف ما نحبش برشا سكر في الباتيسخي هو شيف شيف السكر فيه فيه برشا معناها فيه برشا أنواع فما حتى في معناها درجة الحلاوة متاعه معناها تختلف وفما البيو فما برشا برشا أنواع متاع سكر لكن كحضوره في الديسير كحضوره في الديسير اكيليبري عارف كيفاش ياخذ البارتي نتاع الفريز معناها ناقص السكر اي اما تعرف شيف البافلوفا معناها نعرفوا اللي فيها يكون غلاس يا سوربي ولو انا باغ اكزومبل ناخذ فيها في الاوتيل بالسوربي حاجه توب كانت معاها سوربي فريز والا سوربي سيترون معناها يطيح شويه زاد الحلوه نتاع المورانك مي سينو سافا معناها ماهيش شكل الحلوه كالامونجابل سافا معناها تتاكل اكيليبري باهيه المرانك صحيحه المرانك صحيحه كويسون نتاعها سافا من برا كروكونت من داخل شوي شوي وال شو اسمه الشونتي نو الشونتي نتاع سمارت شيف خلتها تكون ايغي خفتها معناها خفيفه يعطيك الصحه وطيحت هي اللي لعبت الدور الكبير نتاع باش تطيح السكر نتاع المرانك بخفي تعديل النقطه يعطيك الصحه سمارت شيف اكيد تحط على ذمتكم دي برودوي سهلين ويسهلوا عليكم برشا الباتيسري في الدار حتى اللي ماهمش بروفيسيونيل ومغرومين ينجم كل يوم يجدد غرامه مع سمارت شيف امل اللي مش مغرومين وما يعرفوش يطيبوا كيف ليه ليه تبارك الله عليك شفنا الابداع الليله في العجه ما شاء الله سمارت شيف مالي عاملنا بلي مالوريزمون ما عندهمش عجه المره الجايه والله يعطيكم الصحة كل حاجة في حقها معناها وكما قالت شيف هزار مش أنا نحب حاجة مش حلوة برشا ومعناها تكون معدلة في السكر دونك هذيك هو وميرسي اللي شيف الكل يعطيكم الصحة موفقين في ميرسي عايشة في البلان تاعك ميسا سي خليني أكليت على راحتك عاد وقول لنا احكي لنا يشبه لك الطبق هذه الطبق هذه تنجم تقول عليه يشبه الميسا هذا الاخرين كل هو فيه الفريز ما نرجع لك لحكايه العظمه لكن كم لا فيه الفريز انا الفريز ما عشقي وغرام شنو دخل العظمه طيب هو فيه الفريز احكي على الفريز باهي تحب تفسر لنا البافلوفا والفريز والكل فسرتهم العظمه ما حبش تفسرها قلت لك الفريز هي ديزاين باهي ايه دونك بنين برشا بنين يمثل معناها الطبق هذا النجم نقولوا عليه يشبه الميسر اي يشبه لي برشا يعطيك الصحة عزيز يعطيكم الصحة ليزانفيتي نتاعنا الكل باش نخلي لكم كلمة الختام دونك في نهاية الحصة نتاعنا نبداو بالشيف نزار نشكرك على الاستضافة هذه برافو لي شيف بالحق كلمة تتقال أنا جوني دي ستاجير من الأكاديمية شيف سي حاجة إكسيلونت وكملوا هكا وصلوا هكا ويعطيكم الصحة عايش عايش هذا شرف لينا ميسا ميرسي يعطيكم الصحة عايش جيت أنا مش مستيسة نحضر في برامج النوع هذا الحقيقة أما أنا المدة الأخرى
عكست اتجاهي. عرفت؟ البوصلة تبدلت. قبل كنت حضرت في برنامج في راديو يحكي هكا على الحكايات الإنسانية وغيره، ومرة ذي جيت البرنامج الطبخ بالعكس باش الجمهور يعرف جوانب أخرى فينا، مش ديما يشوف معناتها بالضبط خارج الجانب المهني. اي اكزاكتومون. سينو لي شيف كيفاش لقيتهم؟ اي يعطيهم الصحة بالحق، معناتها قدموا حاجات حتى أبن من دي بلا معناتها أنا ذقتهم في دي زوتيل ولا في دي ريستوران ولا نعم شي فين بروفيسيونيل. يعطيك الصحة. ديومي بروفيسيونيل. برافو ميرسي. دونك عندهم مستقبل، مستقبل كبير برشا. هكا أي اللي بعد يتخرج ويمشي يخدم في بلاصة يستدعاني بلاش بيان سور. مشكورة ميسا، شرفتنا بحضورك شيف نزار كيف كيف. وانا الكل عايشك مع امل. دونك امل تابعي ليلى، احنا سعداء بالحق لانك معانا على طاوله الشيف، وانا تقسمنا الاجواء الحلوه العجه اونتر بارونتيز ميسيلش المره الجايه نتجاوزوها. اجا دو سيونس بركه في الاكاديمي دو شيف، تاخذ معنا دو سيونس بركه تبدا باش شيف في الاكاديمي دو شيف. ما لمش عاقل شي علموني. دونك ميرسي بور لانفيتاسيون، تحيه كبيره للاكاديمي دي شيف وللشيف الكل. فرحت لي انا موجوده بحديكم وتعلمت هكا هكا، اختفت شويه حاجات وكا معناها ان شاء الله نجي تستدعوني بحديكم ديما وناكل ديما. تاكل بركه طيب. لا مرحبا، نورتنا بحضورك وشرفتنا شيف هزار كيف كيف. نحن فرحانين اللي انت معنا الليله. عايش شيف، ربي ينورك ان شاء الله. انا بدي نحب نشكركم على استدعائكم البرنامج نتاعكم، ونحب نشكر لي شيف بالحق، معناها فرحانه بكم. انا نعرف ديما يجوني دي ستاجير معناها من الاكاديمي دي شيف، يجوني من بلايص اخرى، ونعرف النيفو لا مجال للمقارنه بالحق، ما غير لا فخر لا حد شيء. الناس محترمه بريزونتابل في لبستها في لحيتها في الحضور نتاع الوقت في الصباح، معناها اللي تقراوه والديسبلين تمشوا عليه في الاكاديمي قاعد يطبق حتى في الاستاج، وهذايا الحاجه معناها تفرح بالحق معناها. ونحس توا ولت العباد تعرف القيمه نتاع الاشياء هذايا بالحق. نحب نشكركم نقول لكم برافو، ان شاء الله ربي يوفقكم، ونحبكم تمنوا برواحكم وديما الاكاديمي ديجا عندنا معاكم نوال. عايش شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. لي فيتيغ شيف نشكركم الليلة، أنتم زادة مشاهدينا وجمهورنا العزيز اللي كان حاضر معنا، نقول لكم إلى اللقاء، أكيد نتقابلوا على قناة تلفزة تي في، تلفزة التوانسة الكل. هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بلف مرأة كي نحكيو على التونسية، هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. مع سيكام تدلل المدام. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشي، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه، معاه كل شي يحضر ليه ليه، هذا شاف بالفم والملاف، ملالي عنده في كل شكارة دبارة، بالأمارة كل ما يجيو هضيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف، أنت الشيف.
بن مرياح علاش لي. من خيرات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على هولتنا ويبنى ماكلتنا. Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover يربحك أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casa Pro. Hoover, the way you live.